أهلا بكم مشاهدينا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه سيزور العاصمة طرابلس بهدف إيجاد حل سلمي يكون مقبولا لدى جميع الأطراف في البلاد، مشيرا إلى أن أنقرة قررت إعادة فتح قنصليتها في بنغازي قريبا. تحركات تأتي تزامنا مع مساعي عربية وإقليمية لحث الأطراف الفاعلة في البلاد على الوصول إلى تسوية سياسية. فهل تنجح هذه الدعوات في كسر جمود المشهد السياسي؟ أم أنها تبقى مجرد مواقف لا يمكن البناء عليها؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها أرحب بضيوفي في حوارية الليلة. ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس عضو المجلس الرئاسي سيد عبد الله اللافي، كما سينضم إلينا لاحقا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس أيضا المحلل السياسي سيد محمد محفوظ، ومعنا عبر الأقمار الصناعية من بنغازي المحلل السياسي سيد محمد مطيريد، كما سيكون معنا أيضا عبر سكايب من باريس الباحث في قضايا العالم العربي والإسلامي السيد صلاح القادري. أهلا بكم جميعا ضيوف الكرام. للإعداد معك سيد عبد الله اللافي، حول هذه القمة الأفريقية التي عقدت اليوم وما جاء بعدها من بيان عقب هذه القمة، دعني أسألك سيد اللافي عن شكل الخطوة التي تتمنون أن يجب أن تتخذ من قبل الاتحاد الإفريقي ويعول عليها الرئاسي فيما يتعلق بملفات مختلفة، منه ما هو تحديدا ملف المصالحة الوطنية الذي يعمل عليه الرئاسي. نعم أخي نبيل، تحية مسائية لك ولكل ضيوفك الكرام. قبل أن أجيب على سؤالك يجب أن نتنيه يعني نشكر السيد رئيس دولة الكونغو سيد ساسي نجيسو وكذلك رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على الجهود التي بذلت وتبذل لدعم مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا والذي يقوده المجلس الرئاسي من خلال إدارته وبمجموعة من الخبراء الليبيين. يأتي هذا الاجتماع طبعا بناء على دعوة موجهة من رئيس ساسي نجيسو للجنة رفيعة المستوى لمناقشة التحضيرات مع المجلس الرئاسي والترتيبات للمؤتمر الجامع الذي أعلنه الليبيون في سبها في 15-12 بأن هناك إن شاء الله مؤتمر جامع حيكون في 28-4. طبعا هذا الملف هو ملكية خالصة لليبيا. دعم الاتحاد الأفريقي يأتي فقط بناء دعم جهود المجلس الرئاسي من خلال إدارة هذا الملف مع الليبيون. وأيضا حضر هذا الاجتماع السيد باتيلي. الدعوة وجهت المجلس الرئاسي فاتفقنا في تمثيل في السيد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بالذهاب الى هذا الاجتماع. وهنا يجب بنا ان نؤكد على ان ملف المصالحه الوطنيه هو ملكيه ليبيه من خلال الرؤيه الاستراتيجيه التي اشرف عليها وعدها المجلس الرئاسي، وهي تستعرض جذور الصراع وتعالج اثاره، والتي صاغتها بيوت خبرة ليبية وبأفكار خبراء ليبيين، هما مركز القانون جامعة بنغازي ومجلس التخطيط الوطني في طرابلس، ضمن ثوابت وطنية ودينية وإنسانية بعيدا على التوظيف والاستثمار السياسي الداخلي ولا الخارجي. مع العلم أخي نبيل بأننا أكدنا إن كل اجتماعات اللجنة التحضيرية التي تم الاتفاق عليها وانطلقت من برازافيل كل اجتماعاتها القادمة تتم داخل ليبيا. نعم. بالرغم من بعض التحديات التي تواجه هذه اللجنة وهناك عراقيل تواجه اجتماعات هذه اللجنة. سنأتي إلى مسألة العراقيل تحديدا التي تواجه عمل اللجنة، ربما تعيق عملها بشكل فعلي على هذا الملف. لكن حتى نقف قليلا عند ما قاله باتيلي المبعوث الأممي، رأى أن الخلافات على الأقل في كلمته رأى بأن الخلافات التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة بين فريقي المصالحة الوطنية التابع لمجلس النواب وأيضا المجلس الرئاسي يعتقد الرجل بأنها تحمل مخاطر عرقلة الأنشطة في المستقبل. ما الذي يقصده باتيلي هنا؟ أو على الأقل ما الذي فهمت أنت سيد اللافي
من هذه التصريحات؟ هي الحديث التصريحات سيباتيلي لا تتعلق بملف المصالحة الوطنية بشكل واضح، ولكن لو رأينا وشاهدنا أن ما تشهده العملية السياسية من انسداد سياسي وعدم القدرة على صياغة حلول ومخارج، آخرها طبعا دعوة المبعوث الأممي لاجتماع الخماسي والذي ما زال إلى غاية الآن. سنأتي إلي يا سيد الله، لكنه حدد في كلامه، قال فريقي المصالحة الوطنية التابع للمجلس الرئاسي ومجلس النواب، دون أن يشير إلى الملف السياسي الذي بطبيعة الحال سنناقشه معك. هو يتحدث عن شيء من الخلاف في هذا الأمر. هل هذا الأمر واقع الأمر؟ لا أخي نبيل، لا توجد خلافات بين ممثلي مجلس النواب وممثلي المجلس الرئاسي. آخر اجتماع كان في مدينة زوارة، كانوا حاضرين ممثلي مجلس النواب وممثلي المجلس الرئاسي وممثلي القيادة العامة وممثلي بعض الأطراف الأخرى باستثناء فريق سيف الإسلام الذي انسحب من مدينة سبعة. وبالتالي أنت الآن تؤكد بأن المجلس النواب أو على الأقل الفريق التابع له لا يعمل بشكل متعارض مع ما يقوم به الرئاسي فيما يتعلق بملف المصالحة؟ بالعكس، فريق الممثل على لمجلس النواب وبالأخص السيد فخامة المستشار عقيلة صالح يعمل معنا في اللجنة التحضيرية وحضر كل اجتماعاتها، والتي انطلقت من برزافيل إلى بنغازي إلى سبها إلى زوارة. لكنه قال أيضا بأنه يتحدث عن أهمية اعتماد مقاربة توافقية، سيد اللافي، مقاربة منهجية وتوافقية بشأن عملية المصالحة. إن لم يكن الأمر واقع فيما يتعلق بالخلاف مع مجلس النواب، هل يفهم منه تلويح أو مطالبة بالرئاسي أن يبحث عن توافق مع ممثلي أنصار النظام السابق، تحديدا سيف الإسلام في هذه الحالة، يحثكم على التوافق معهم؟ ما الذي فهمتموه؟ أخي، الخلافات أو ذكرنا إن كان هناك تحديات لمسألة العملية المصالحة الوطنية، هي مسألة استعادة الثقة بين الأطراف الرئيسية، وهذا ما نؤكد عليه في مشروع الملف المصالحة الوطنية، وهي إشكالية سد فجوة الثقة بين الأطراف السياسية والتي لا تزال متأثرة بالنزاع السياسي القائم، وعدم استجابتها لتسمية ممثليها في اللجنة التحضيرية. طبعا هذا دليل كبير بأن هناك ما زالت أطراف، نحن كمجلس رئاسي وبصفتي أنا مسؤول على ملف المصالحة الوطنية ومشرف عليه، أتواصل مع هذه الأطراف في إقناعها بتسمية ممثليها للانخراط في عمل اللجنة التحضيرية، بحيث يكون الجميع موجود وأن نذهب إلى المؤتمر الجامع متفقين. المطالب التي يطالب بها أنصار النظام السابق تحديد ممثلي سيف الإسلام القذافي، ما شكلها؟ حتى ربما صعوبة أو تأخر الرئاسي في تلبية هذه المطالب حتى يكونوا على الأقل حاضرين، إن كانت هناك اجتماعات تحضيرية متبقية، ويكونوا حاضرين في المؤتمر الجامع الذي سيعقد كما ذكرت سابقا في أبريل. نعم، نحن هذه أحد التحديات التي تواجه عمل اللجنة التحضيرية والتي تواجه المجلس الرئاسي. حسب ما سمعنا من ممثلي أنصار سيف الإسلام عند انسحابهم من سبها، ونؤكد هنا بأن وجود تيار سيف الإسلام وأنصار سيف الإسلام مهم جدا في اللجنة التحضيرية، وهذا إن نجحنا فيه إن شاء الله وتم إقناعهم بالعودة إلى اللجنة التحضيرية، هذا سيسهل علينا كثيرا العمل والوصول إلى المؤتمر الجامع في أسرع وقت ممكن. مطالبهم هي الإفراج على السجناء السياسيين. نحن دائما نؤكد بأن مشروع المصالحة الوطنية في الإسراع عليه والاتفاق في عقد مؤتمر جامع ونجاح الليبيين في إنجاز ميثاق وطني يتضمن هذا الميثاق الوطني التوصيات تشريعية وتأسيسية ودستورية وتنفيذية، هنا نستطيع أن نضمن بأن هناك
حالة من الإسراع وتلبية مطالبه. يصعب على المجلس الرئاسي تلبية هذا المطلب حتى يقبل أنصار السيف الإسلام الحضور إلى باقي الاجتماعات؟ لا بالعكس، السيد دكتور سيف الإسلام وأيضا ممثلي سيف الإسلام على أهمية تامة ومتابعة لما يقوم به المجلس الرئاسي من جهود، والأسبوع القادم إن شاء الله سوف يكون لي لقاء معهم قبل اللقاء القادم للجنة التحضيرية بشأن دعوتهم والتوافق معهم بالعودة إلى اللجنة التحضيرية، وأنا متأكد بأنهم سوف يلبون هذه الدعوة لأنهم حريصين جدا على المشاركة في اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية. نعم. وكان وجودهم في اللجنة في الملتقى التحضيري الذي عقد في شهر يناير 2023 خير دليل على دعمهم لمشروع المصالحة الوطنية. بعيد عن مواقفهم، لأن سألتك بشكل واضح، أنتم مع هذا المطلب ربما تقابلونه بالقبول أم الأمر يحتاج إلى مزيد من التفاوض مع ممثلي سيف، وقد يطرح هذا الأمر في اللقاء المقبل؟ أنتم ما نظرتكم لهذا المطلب حتى أفهم موقفك سيد اللافي؟ أنتم معه ترونه مطلب وجيه أم فيه من الإشكالات ما يكفي؟ سيد نبيل، نحن نطالب دائما بالإفراج على السجناء أو إحالتهم إلى القضاء للفصل فيهم، ولكن دعنا نركز على شيء واحد وهو الذي سوف يتم من خلاله معالجة كل القضايا العالقة ومن ضمنها مسألة السجناء السياسيين، وهو الإسراع في مشروع مصالحة وطني والعمل على إنجاز أو نجاح المؤتمر الجامع الذي أكدنا فيه دائما بأنه أحد العوامل التي ترتكز عليها هي استعادة الثقة بين الأطراف الرئيسية. بالنسبة لقانون إصلاح ذات البين، حتى نغلق ملف المصالحة وننطلق إلى ملف آخر متعلق بملف التسوية السياسية وطاولة بتيل التي لم ترى النور، بالنسبة لقانون إصلاح ذات البين الذي يعمل عليه الرئاسي، متى من المتوقع أن يتم تسليمه أو إحالته إلى مجلس النواب؟ لأنه كانت لك تصريحات سابقة تتحدث على أنكم ستعملون على إحالته، هل حان وقت هذا الأمر أم القانون تحت الصياغة ما زال حتى نفهم القانون بأي مرحلة يمر؟ أستاذ نبيل، القانون تم إعداده بشكل كامل من خلال خبراء ليبيين، وأيضا عقدت فيه العديد من ورش العمل في طرابلس وفي بنغازي وأيضا في سبها من خلال خبراء قانونيين ليبيين، وأيضا تم إحالته إلى الإدارة إدارة القانون بصياغة بوضع صياغة له بشكل نهائي. الآن القانون جاهز يتم الإعداد له لإحالته لمجلس النواب وعرضه على مجلس النواب خلال الأسبوع في جلسته القادمة ومناقشته وإقراره إن شاء الله. نعم، فيما يتعلق بالتسوية السياسية، أنا أود أن أفهم، المجلس الرئاسي يبدو من مواقفه داعم لما يحاول بتيل نسجه من مبادرة عبر جمع الخمسة الكبار كما يصفهم، لكن البعض يتحدث عن وجود خطة بديلة سيد اللافي، واختصارها في لقاء ثلاثي بحضور الرئاسي كطرف محايد بعيدا عن مسألة الطاولة الخماسية. ما مدى دقة مثل هكذا أنباء سيد اللافي؟ هذه المعلومات أستاذ نبيل نحن في المجلس الرئاسي لم نسمع بها ولم يعلن عليها أي من الأطراف بشكل رسمي ما عدا الدعوة التي وجهت لنا من خلال السيد عبدالله بثيلي رئيس الولايات المتحدة لتسمية ممثلين عن المجلس الرئاسي لحضور الطاولة الخماسية، وهذا ما ننتظر فيه في الأيام القادمة من السيد بثيلي ما إلى أين وصل، هل تم تحديد موعد بهذا الاجتماع أم لا. ولكن أخي الكريم، بات واضحا ومن خلال الاجتماعات من هنا وهناك وأخرها الاجتماع السيد بثيلي في الكونغو برازافيل، يعني واضحا بأن يجب التركيز على مشروع حقيقي، والمشروع الحقيقي هو مشروع المصالحة الوطنية، لأن المشروع المصالحة الوطنية كما قلت
بالإضافة لاستعادة ثقة الأطراف الرئيسية، هو تحضير البيئة قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية. أيضا التخفيف من حدة الاستقطاب السياسي والمجتمعي. أيضا التأكيد على أنه من الممكن إيجاد حل في العملية السياسية قياسا بالنجاح الذي نسعى لتحقيقه في مشروع المصالحة الوطنية. أيضا تحقيق معالجة من القاع للخلافات والتباينات بين الليبيين ستساهم بجدية في دعم مشروع الدولة واستقرارها ودعم. لكن هذه الأهداف العديدة محتاجة إلى بيئة سياسية سليمة أو إلى تسوية سليمة تحظى بقبول مختلف الأطراف. لكن مع ما يقوم به بتيل الآن، أنتم كمجلس رئاسي تحديدا أنت سيد عبد الله اللافي، ترى بأنه هذه المبادرة ستقودنا بالفعل إلى تسوية سياسية، أم مع تشبث مختلف الحاضرين على الأقل مجلس النواب وغيره بمواقفهم واشتراطاتهم يمكن أن تقودنا بالفعل هذه الطاولة إلى حل سياسي، أم ترون إلى اتباع نهج سياسي آخر حتى نحقق تسوية سياسية في هذه الحالة؟ ما الذي ترونه أنتم كمجلس رئاسي الآن؟ نحن كمجلس رئاسي عندما تحدث معنا السيد باتيلي في مسألة جمع الأطراف الخمسة دعمنا هذه الفكرة باعتبارها تضع الأطراف الرئيسية في مواجهة وعلى طاولة واحدة ومناقشة القضايا الخلافية بعيدا على تسمية ممثلينهم، ولكن يجب التركيز على أنه عند الجلوس على طاولة الحوار يجب أن يكون لا يكون هناك اشتراطات، وهذا واضح من بعض الأطراف أن لديهم شروط للجلوس على طاولة الحوار، وهذا ما يؤخر تنفيذ مبادرة السيد باتيلي. شكرا جزيلا لك السيد عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس. أذهب ليرحب بضيوفي مرة أخرى، أبدأ معك سيد محمد مطريد حول هذه القمة الإفريقية التي عقدت اليوم، كانت عناوينها مختلفة بين مسألتي المصالحة الوطنية والذهاب إلى الانتخابات. تعتقد بأنه بالفعل اليوم الاتحاد الأفريقي يملك أدوات فعالة حتى يمكن القول بأنه سيدعم أي مسار سياسي قد يرى النور في ليبيا في ظل حالة العرقلة أو التعقيد على نقول التي تمر بها مبادرة باتيلي، عدم قدرته على جمع الخمسة الكبار على طاولة واحدة كما يصفهم؟ أهلا وسهلا بك وبضيوفك، ونشكر الكلمة التي قدمها السيد عبد الله اللافي. هذا الجانب المثالي نحن نتأمل أنه كان يعني سباقا في لقاء المنفي في القاهرة عندما التقى مع حفتر وعقيلة ورفض تلك المبادرة التلاقي في القاهرة، ولكن حتى نذهب إلى القمة التي أعلنت عنها أفريقيا في ليبيا والمبادرة التي أتت من الخارج وهدفها الأساسي هو المصالحة، وأعتقد رحب بها مجلس رئاسي وهو يقود هذه جزء من هذه الخطة، وحتكون ما في ليبيا بإذن الله تعالى، وأيدتها أيضا دولة الجزائر وبعض الدول العربية والإقليمية والأفريقية، ولكن بنود المصالحة التي تصدر من الخارج على أي أساس وأنت أصلا لديك خلافات عميقة جدا أساسها كانت هناك حروب وخلاف سياسي جذري متغير الأفكار بين الأطراف المتواجدة في الساحة الليبية، هل هؤلاء هل يقبلون كل المخرجات التي تأتي من الخارج من الاتحاد الأفريقي على طاولة حفتر وعبيبة وسيف الإسلام وكل الساسة؟ لكن أنت استمعت إلى السيد اللافي، المشروع المصالحة وموعد حتى القانون هو مشروع محلي وطني من الداخل، فبالتالي عن أي مشروع خارجي تتحدث في هذه الحالة؟ هو الدعم الأفريقي لمشروع، نحكي لك من حيث أنه دعم من الخارج من حيث كونغو الديمقراطية أو برازافيل بالتحديد هي التي يعني أنشئ مشروعها من الخارج، وقام السيد محمد المنفي في اجتماعات عديدة وتلاقى بعض الأشخاص الذين يمثلون القيادة العامة مع لجان تبع الرئاسي مع النواب من أجل وضع خطة، ولكن باتيلي صرح أن اللجنتين التي انبثقت من النواب والمجلس الرئاسي يؤولوا إلى خلاف، ولكأنه يشكك في نوايا اللجنتين أو نوايا أحد اللجان، فهذه هي النقطة الأساسية في الذهاب إلى حل. نحن كلام الذي قاله سيد عبد الله اللافي فعليا
وكلاميا نقول لك على قلبي زي العسل، ولكن تنفيذيا هو المشكلة. كيف يتم تنفيذ هذا الأمر وأنت لديك خلافات عديدة؟ بقى كويس، نحن نعلم جيدا شنو الأساسيات المصالحة، هي العدالة، هو إحقاق الحق، هو الحق العام يتم التنازل عليه، بعدين كل واحد عنده مشكلة مع شخص يعدي للقضاء، وبعدين أنت كسجناء سياسيين من كل الأطراف يتم إخراجها. هذه مهمة جدا. والنازحين مثلا في بنغازي والنازحين اللي في طرابلس اللي قاعدين في بنغازي، أنت عشان تحل هذه الفقاعة الكبيرة كيف تضمن حياة هؤلاء الناس عند الرجوع؟ هل أنت ضامن أن تقول له خلاص أنت عدي لبيتك وأن المكان آمن وأن الجميع وقع على هذه المصالحة وتضمن له حياته وأسرته وكل أبنائه من أن ما يتمش تعدي عليه؟ هل هناك مجرمين سوف يتم محاسبتهم أمام القضاء في حالة صار أي تعدي؟ هم من الضامن وما الذي يأخذ الحق لهؤلاء الناس؟ نحن ما نحكوش في كلام انشائي، كلام مكتوب، لكن هذه اسئله مبدئيه. سيد سريح، هذه اسئله مبدئيه تسبق نعم. الزمن بشكل كبير، الى حين ان ينضج هذا القانون، القانون اللي يتحدث سيد اللافع انه جاهز، الى حين ان يتم عرضه على مجلس النواب، ومن ثم ربما تسال هذه الاسئله. لكن نحن ما زلنا، قد يقول القائل انه ما زلنا في الخطوات الاولى، فلا نتحدث عن ضمانات بعينها. لا ادري، انا سانقل هذه وجهه النظر التي تقدم. كويس. لا لا، خليني اوضح لك النقطة هذه استاذ نبيل. في ثواني نبيل، النقطة هذه نوضحها لك. نعم تفضل. هي ثواني، هو باتيلي صرح تصريح واضح وصريح، قال اللجنتين المنبثقة من مجلس النواب والرئاسي في خلاف بينهم ومش متوافقين على المصالحة. يعني تحكي على لجنة مصالحة، هم أصلا مش متصالحين مع أنفسهم. نفاه السيد اللافي إذا كنت استمعت إليه على أرض الدولة الليبية. أنا لا أود أن أكرر تصريحات السيد اللافي مرة أخرى، أنا كنت أظن نعم. أنك استمعت إليه. هو تحدث وقال لك بين ممثلين النواب ومن يعتبر يعتبر القيادة العامة كانت حاضرة في الاجتماعات، فلا وجود لخلافات. على كل اسمح لي أن أنتقل فقط للسيد محمد في زوارة، قال في اجتماع في زوارة. نعم، اسمح لي أن أنتقل للسيد محمد محفوظ حول التساؤل الدائم، أو على الأقل الآن ما هو مرتبط بمسألة مشروع الملف المصالحة وعلاقة الاتحاد الإفريقي به والدور الذي يمكن أن يلعبه. البعض يتحدث على أنه الوزن السياسي أو الثقل الإفريقي السياسي اليوم بما تعانيه القارة الإفريقية من تحديات قد لا يكون بذاك الوزن الكبير حتى يمكن أن نتوقع أن يشكل ضغط لفك على الأقل حالة الاشتباك التي تعيش الأزمة الليبية. ماذا واجهت هذا الطرح بالنسبة لك؟ أما على العكس تماماً، يمكن الاتحاد الأفريقي القيام بأي دور أياً كان شكله؟ مساء الخير أستاذ نبيل، تحياتي لك والسادة المشاهدين والضيفين الكريمين. سأتحدث عن هذا السؤال وعن هذا الجانب من أمرين. الأمر الأول فيما يتعلق بسؤالك على دور الاتحاد الأفريقي، طبعاً أنا لست متفقاً مع جملة دور الاتحاد الأفريقي. هو الدولة التي هي بارزة في ملف المصالحة الوطنية هي الكونغو برازافيل. طبعا الكونغو برازافيل تلعب هذا الدور باعتبار أنها تبنت مشروع لقاءات منذ سنوات بين أنصار النظام السابق وبين ما يطلق عليهم أنهم من أنصار فبراير. بدأت هذه الاجتماعات في الكونغو برازافيل، وبالتالي تماشت الكونغو برازافيل مع مشروع المصالحة الوطنية الذي هو من صميم صلاحيات وعمل المجلس الرئاسي، باعتبار أنها كانت على علاقة وطيدة مع مشروع أنصار النظام السابق وسيف الإسلام القذافي تحديدا، وأيضا كانت راعية ولديها سوابق في مسألة عقد الاجتماعات فيها واحتضانها، وبالتالي استمر هذا الدور. الكونغو برازافيل هي التي تلعب الدور بغض النظر، لا أعتقد أن هناك دور بارز الاتحاد الأفريقي، بالرغم أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي كان موجود، وأيضا رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جمهورية جزر القمر كان موجود، ولكن الدور البارز في مسألة الاجتماعات، وحتى وزير الخارجية الكونغولي يحضر في اجتماعات في ليبيا، حضر اجتماع سبها وكان موجود في اجتماعات تحضيرية، هي التي تبنت هذا الأمر. وبالتالي لا أعتقد أن الأمر يرتقي لوصفه بأن الاتحاد الأفريقي يلعب دور، لأن لا يستطيع أن يلعب دور سوى هذا الأمر الذي يتعلق بالكونغو. هذا الجانب. لكن الجانب هذه قمة أفريقية تعقل، يتعلق بالكلام الذي ذكره السيد عبد الله اللافي. سيد محمد، إن كانت الكونغو هي من تتصدر الآن هذا الملف، لكن يوم هناك قمة أفريقية بغض النظر عن مستوى التمثيل كيف كان شكله، لكن وكأنه الأمر يشي بأنه هناك حراك أفريقي.
أيا كان أي من الدول متحمسة أكثر أم لا، لكن الأمر يبدو يقدم في صبغة إفريقية أنت لا تراها ربما. هي ليست قمة، هي لجنة رفيعة المستوى المعنية بليبيا، وأعتقد حسب ما أظن أنه لم يشارك فيها على مستوى القادة سوى رئيسي جمهورية الكونغو المستضيف وجمهورية جزر القمر باعتبار الاتحاد الأفريقي. الباقي الدول على سبيل المثال تونس كان وزير خارجية التونسي موجود، لم يرتقي الأمر إلى وصف الاجتماع بأنه على مستوى القمة برغم أنه رفيع المستوى. المسألة المتعلقة بالتصريحات التي ذكرها السيد عبد الله اللافي، يعني قد نتفق كليبيين تماما مع التصريحات ومع الكلام ومع جملة العواطف الموجودة، ونحن نشجع على هذا الأمر، ولكن يعني مثل ما ذكر السيد مطريد قبل قليل، القول شيء والأفعال والتنفيذ شيء آخر. يعني أنا سأفترض معك افتراضا وأتمنى أن يحدث هذا الافتراض. طيب، ذهب الليبيون أو من اليوم موجودين في اللجان التحضيرية إلى المؤتمر الجامع الذي من المفترض أنه ينعقد في 28 أبريل 2024 كما تم الإعلان عليه وتحدث عليه باتيلي في تغريدة في سيرت. طيب، وشارك الجميع، نتفق أن شارك الجميع، حتى أنصار سيف شاركوا ورجعوا للاجتماعات وحضروا، وخرج شيء ما من هذا المؤتمر، برغم أن من المفترض طبعا قبل لا تمشي للمؤتمر الجامع من المفترض أن القضايا الخلافية الرئيسية قد حلت، لم يبقى إلا بعض التفاصيل، لأن يعني المؤتمر الجامع هو عبارة عن مؤتمر بروتوكولي يعلن فيه نتائج المصالحة الوطنية، اللجان التحضيرية والاجتماعات التحضيرية هي التي تحل المشاكل. الآن هناك مشاكل لم تحل، لكن لنفترض أنه تم حل حالتها وتم تقديم أنه تم تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا. هنا السؤال الذي يدور في ذهني وأظن أنه يدور في ذهن الكثير من الليبيين، هل هذا الأمر سوف يحقق استقرار سياسي في ليبيا؟ يعني خلاص بنشر الانتخابات وبنديروا حكومة واحدة وبنديروا مجلس نواب واحد وبنديروا رئيس واحد؟ هذا السؤال مهم لليبيين. لا أعتقد أن هذا الأمر سيحدث، وبالتالي نجد أننا مضطرون لقول أننا لا نحتاج مصالحة بالمفهوم الذي يشتغل عليه المجلس الرئاسي. مع تقديري للجهود، أنا لا أستطيع تهميش الجهود برغم أني مختلف على هذه الرؤية، برغم أني مختلف مع هذا التوجه، لكن لا أستطيع تهميش الجهود ولن أدخل في النوايا، كويس، برغم أن هناك العديد من علامات الاستفهام حولهم. ولكن مع ذلك نحن نحتاج نصل إلى نتيجة بعد هذا الكلام الذي ذكرته، أننا نحتاج إلى مصالحة سياسية قبل أن نتحدث عن مصالحة مجتمعية الذي يعمل عليه المجتمع الذي يعمل عليه المجلس الرئاسي. لا أظن أن اليوم هناك خلاف جوهري كبير بين الليبيين، الطبقة العامة، المجتمع، نحن لا أظن أن هناك خلاف كبير، برغم أن هناك حالة يعني اختلاف في الأفكار وجهات النظر، ولكن يسهل حل حالتها. ما يهمنا إحنا كليبيين أنه هذا المشروع، مشروع المصالحة الوطنية، إن ما تم الإعلان عليه يصل بنا إلى حالة الاستقرار، وهذا الأمر لن يحدث. واضح. بالتالي نحن نحتاج إلى تجديد الشرعية مع الشعب. نحن نتذكر، اسمح لي أستاذ نبيل في أقل من دقيقة، كويس، لما تجي تقول لي مصالحة وطنية أو نتفق أن هناك مشروع سوف يتم الإعلان عليه في سرت، ما الذي سوف يكون بعد هذا المشروع؟ أولا مشاريع للعدالة الانتقالية، قوانين العدالة الانتقالية وقوانين المصالحة الوطنية وقوانين جبر الضرر. هل نثق كليبيين في مجلس النواب باعتبار الآن السلطة التشريعية بأن يقر تشريعات كما نريدها وكما يريدها مشروع المصالحة؟ مشروع المصالحة الوطنية يحتاج إلى آليات جبر ضرر، ويحتاج إلى تعويض المتضررين، ويحتاج إلى العديد من الآليات التنفيذية. نعم. هل الحكومة بشقيها وبحالة الانقسام قادرة أن تتبنى هذا الأمر؟ في عجالة، في نقطة أخيرة، مشروع المصالحة الوطنية يحتاج إلى محاسبة ويحتاج إلى مساءلة. هل السلطة القضائية اليوم قادرة على تبني هذا الأمر؟ لا أظن أن هذا الأمر صحيح، وبالتالي نحن نفتقد إلى الآليات التنفيذية. عندما نصل إلى نقطة التنفيذ، حتى ولو هذا كله أرى افتراضا أن كل المشاكل اليوم اللي موجودة من سحاب سيف والأشياء التي يتحدثون عليها قد حلت، سوف نصل إلى نقطة أن هذا المشروع سوف يظل حبرا على ورق موجود في دوسيه نقروه، لكن لسنا قادرين على تنفيذه باعتبار أننا لا نملك سلطات تنفذها. هذا المشروع مش حننفذه أنا أراه، واضحة تماما سيد محمد محفوظ، واضحة فكرتك. سلطات الدولة وينها؟ مش موجودة. اسمح لي ننتقل للسيد القادري. سيد القادري،
بطبيعة الحال هناك تباين في الرؤى بين دول جوار ليبيا على الأقل متعلقة بملفات مختلفة، لكن اليوم إن كان استمر هذا الخلاف فيما يتعلق بمشروع المصالحة إلى أي مدى قد يؤثر استمر حالة الخلاف ما بين كل هذه الدول دون أن تقود إلى مسألة التسوية السياسية أو تنفيذ مشروع المصالحة كما يطمح الرئاسي ويصبح أمرا واقعا؟ أظن أن الآن بعد الأزمة الأوكرانية وبعد الذي يحدث الآن في فلسطين المحتلة، أظن أن الأطراف الغربية الآن هي غير مستعدة ولا تملي ولا تضع إلى ليبيا ولا تعتقد ليبيا أنها ذات الأولوية بالنسبة في استراتيجيتها. يعني لذلك الأولوية في المرحلة القادمة أو الأطراف الأكثر فعالية سواء الأطراف الدولية هي دول الجوار ودول الانتماء الإفريقي بالإضافة إلى بعض الدول الإقليمية ولذلك الآن هي فرصة بالنسبة لي أنا، لأنه انشغال الأطراف الدولية الكبرى لا يكون دائما شيئا سلبيا بل يكون شيئا إيجابيا في بعض الحالات. والذي يحدث الآن أظن أن هناك بعض التصريحات التي هي تصريحات إيجابية في الفترة الأخيرة، وهي تصريحات مثلا وزير الخارجية التركي الذي يتكلم عن المصالحة كذلك ويتكلم عن الوصول إلى تسوية سياسية وعدم إقصاء أي طرف، كذلك تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حينما يتكلم كذلك عن 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 عن, عن إنهاء الوجود العسكري وكذلك التدخل العسكري في ليبيا، وكذلك ودعوة الأطراف الدولية إلى ترك المساحة والمسافة للليبيين لإيجاد حل سياسي. الذي يحدث الآن من حراك كذلك على مستوى الاتحاد الأفريقي، الذي يحدث كذلك على مستوى كلام باتيلي بالرغم من المشاكل الموجودة، أنا أقصد أن نتكلم عن حراك دبلوماسي وحراك سياسي خارجي، بالإضافة إلى أنه هناك مبادرة التي كان يتكلم عليها السيد اللافي قبل قليل وهي مبادرة المجلس الرئاسي والتي تتكلم عن مشروع المصالح الوطنية وإصلاح ذات البين. إذن هناك نوايا، هناك نوايا، وكما قال ضيفين الكريمين قبلي هناك فرق بين مشروع بين مستوى النوايا وبين سميها النوايا السياسية وبين الفعل السياسي. الآن هناك نوايا سياسية واضحة جدا، وهناك كذلك حتى هناك زيارات، معنا من زيارة مثلا الذي الآن في حديث عن زيارة مثلا زيارة رئيس البرلمان اللي هو عقيلة إلى قطر، هناك تصريح وزير الخارجية الذي تكلمت عنه، تصريح الرئيس الجزائري، وهناك أطراف، وهناك الطرف القطري، الطرف التركي، الطرف الجزائري، هناك الاتحاد الإفريقي، هناك مبادرة، هناك حراك دبلوماسي للدفع حول إلى 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 حل سياسي، وبالتالي أن هناك تكون هناك عملية مصالحة سياسية وعدم إقصاء أي طرف والوصول إلى حل سياسي. لكن تفضل. وفي هذه لكن أيضا، لأنه كثيرا ما يقال على أنه هناك تضاد في المصالح ما بين الرؤية المصرية للحل في ليبيا وبين النظرة الجزائرية أيضا، وبالتالي إن استمر هذا الوضع أو الخلاف في الرؤى ما بين كل هذه الدول، تعتقد بأنه سيلقي بظلاله بشكل سلبي على إمكانية إنتاج حل على مختلف المستويات، إن كان حل سياسي أو تنفيذ مشروع مصالحة بشكل حقيقي على أرض الواقع اليوم؟ اليوم فيه طرفين، يعني نحكي على القوى الإقليمية، لا أتكلم عن الأطراف الدولية، الأطراف الدولية الإقليمية، نعم الإقليمية، هناك طرف الذي هو طرف تقريبا تركي جزائري قطري تقارب في الرؤى، لا أقول وصلوا إلى حالة تحالف أو محور، لا أظن ذلك، لكن على الأقل فيه تقارب في الرؤى. وهناك كذلك الطرف اللي هو المصري الإماراتي في الناحية الثانية، هناك الآن خصوصا الجزائر أكثر منها من تركيا وقطر، الجزائر لا تملك، ممكن قطر وتركيا لديهم قرب أكثر لحكومة حكومة الدبيبة وكذا، لكن الجزائر هي يعني محتفظة بمسافة جيدة حتى مع جماعة النظام السابق النظام الجزائري، يعني ما لحد الآن، والدليل أنه حتى عائلة القذافي كيف تعامل معها في الجزائر كذلك. لذلك الجزائر أظن أنها لديها القدرة أن تلعب دور الوساطة في هذه المسألة، لأنها تركيا دخلت في حرب طرابلس، دخلت قطر كذلك لديها تحسب كذلك على 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 جماعة حكومة الوفاق قبل، لكن الجزائر لم يكتب لها أنها دخلت في العملية السياسية وأنها كانت خضعت لعملية الاستقطاب. أنا أقصد الجزائر، أقصد النظام الجزائري. نعم. لذلك النظام الجزائري أظن أنه قد يكون هو حلقة الوصل الآن بين الطرفين الذي هم الطرف التركي القطري بجهة وكذلك الطرف الإماراتي المصري من جهة أخرى،
وبالتالي هو يتكلم عن شيء الذي كان يتكلم عليه الرئيس الجزائري، هو الذي يتكلم عن عدم إقصاء الأطراف وكذلك مصالحة وطنية وكذلك حل سياسي. إذن هذا على مستوى النوايا، ولكن الواقع ليس سهلا في الفترة القادمة. الكل يعرف بأن حينما نتكلم عن عودة سيف وجماعة النظام السابق، جماعة عودة سيف النظام السابق، هناك قضايا عدلية، هناك أشياء على مستوى العدالة. حينما نتكلم عن مصالحة وطنية هناك أشياء كذلك، حرب طرابلس حصلت فيها مجازر، حصلت فيها مقابر جماعية، حصلت فيها مجازر جماعية كذلك في حق المدنيين. فلذلك الآن التعامل مع هذه الأطراف، يعني هناك قضايا من الناحية القضائية والعدلية هي إشكالية، هناك قضايا أخرى هي من الناحية القضايا الأخرى هي من الناحية السياسية. هل حقيقة جماعة النظام السابق مثلا أو جماعة أجيلا صالح أو جماعة حفتر لديهم الآن حقيقة الرغبة في تقاسم السلطة مع الأطراف الأخرى، أم أن فقط خسارتهم خسارة جماعة حفتر على مستوى معركة طرابلس آنذاك أمام قوات بركان الغضب وكذلك بالدعم التركي هي التي جعلتهم وأجلستهم إلى طاولة المفاوضات؟ نعم. أي مصالحة سياسية تعتمد على نية المصالحة؟ هل هذه الأطراف تحكمها حقيقة نية مصالحة وتقاسم السلطة والتعايش مع الطرف الآخر، أما هناك نية استفراد فقط بالسلطة، وأن الحل السياسي ما هو إلا اضطرار وليس اختيار؟ بما أنه تحدثنا وانطلاقا من حديث السيد القادر السيد مطريد عن هذه المواقف دعوتها علنية إلى تسوية سياسية في ليبيا، نشاهد الآن عقيلة صالح في الدوحة، هاكان فيدان وزير الخارجية التركي يقول أنه سيزور ليبيا غدا الأربعاء. وراء كل هذه التحركات في تقديرك سيد محمد مطريد، في أي سياق تأتي؟ ما المنتظر منها؟ شوف التحركات الأخيرة، وأنا أشوفها من وجهة نظري وأعتقد أن الحراك الدولي أهم من الحراك الداخلي، لأن لاحظنا عندما تتقارب تركيا مع مصر تجد الجميع يجتمع في بنغازي ويجتمع في العاصمة طرابلس. عندما يكون هناك خصام وخلاف بين تركيا ومصر تجد الخلاف أيضا تحول على أرض الواقع، الأراضي الليبية وبين القادة الموجودين اليوم. فأي حراك دولي يبحث عن حلول دبلوماسية أو سياسية أو اقتصادية أو استراتيجية مع تركيا وقطر هي من صالح الدولة الليبية، بغض النظر عن نوع التنازلات وما يقدمه عقيلة صالح في ذهابه لقطر أيضا لتركيا. كذلك في العكس الصحيح خطاب السيد تبون الذي أصلا موقفه واضح في دعم عبد الحميد البيبة وصفقة إقدامس للغاز هناك ودعمه للنظام السابق بشكل قوي جدا ويحتويهم بقوة. لهذا أعتقد التحركات الدولية وتصريحات تركيا أنها سوف تفتح حتى قنصلية في بنغازي هي خطوة في الذهاب إلى استقرار الدولة الليبية، وبالتحديد ما فعله عقيلة مش لأول مرة أعتقد، وهذه ثاني مرة، لأن في 2022 في ديسمبر ذهب أيضا إلى قطر وجلس مع رئيس مجلس الشورى أو مجلس الشورى أعتقد في قطر، وتحاوروا على عديد من الشراكات المتعاونة بين الدولتين، وهذا أمر إيجابي لمصلحة الدولة وليس لمصلحة، إلا إذا عقيلة صالح في هذا الأمر وتحركاته يبحث عن مصالحه الشخصية. عندما تكون هناك نوايا من مجلس النواب في إزالة عقيلة صالح وتكليف شخص بديله، يذهب دائما عقيلة صالح إلى هذه الجولات المركوكية، يذهب إلى تركيا وقطر ويذهب إلى مصر، وكأنه يبحث عن أمان لحركاته أو لوجوده على سلطة مجلس النواب. فأعتقد بعيدا عن النوايا السيئة وما هو يحمله، أعتقد ذهابه لقطر إذا كان هناك مخرجات إيجابية حقيقية تضع قاعدة لحل المشكلة بين الدولتين ودولة مصر أيضا، لأنه يحترم مندوبها، خلينا نحكم بشكل واضح وشفاف، هنا سوف نذهب إلى استقرار وفعلا حتكون في مصالحة. هي المصالحة بين الأطراف الموجودين في الدولة الليبية أمر زائد شكلي لا غير. خصوم 2019 في لحظة ما تواجدوا في مدينة بنغازي ولا كأن لم يكن، ولا كأن مات شاب ليبي، ولا كأن دمر بيت. نعم. منهم رئيسهم فتحي بشاغة. ألم يحدث هذا؟ فعلا حدث. لهذا أعتقد أن ما يحدث على الساحة من براغاندا سياسية هو أمر
يعني ينتهي في لحظات. لوحظ نحن محتاجين فعليا مصالحة إقليمية وليس محلية، محتاجين مصالحة بين مصر وتركيا عشان يرضوا علينا كليبيين، محتاجين مصالحة بين مصر وقطر عشان يجد نحن كدولة ليبية وعند سيادة. هذا اللي نشوفه فيه. إذا رضت علينا مصر والإمارات والسعودية وتركيا وقطر وإضافة إليها جزائر ستستقر الدولة الليبية. إذا اجتمع هؤلاء في مصالحة في أي دولة ما الدولة الليبية حتستقر. كل المساعي المحلية نعم. لن تستقر ولن تذهب إلى استقرار ما دامت هذه الدول لديها أطماع استراتيجية في الدولة الليبية. مستحيل حد يتحرك لا عقيلة صالح ولا دبيبة يقدر يمشي يدير حل مع دبيبة ولا يحل مشاكل بيناتهم، بما أن تركيا وقطر والإمارات ومصر لا تريد ذلك. وبالتالي يا سيد محمد محفوظ، كل ما يتعلق بالملف الليبي اسمح لي أن أنتقل سيد محمد محفوظ، حالة الانفتاح التي يعيش كل ما يتعلق واضحة تماما سيد محمد مطريد، سيد محمد محفوظ، حالة الانفتاح التي يعيشها الآن عقيلة صالح، يزور قطر للمرة الثانية فيما سبق زار تركيا، إلى أي مدى هذا الاهتمام الإقليمي والعربي على الأقل، الدعوات المتتالية إلى التسوية السياسية قد يؤتي أكله؟ عقيلة يريد أن يقنع الأطراف الدولية بأن مسار الذي يريد أن يحدث مسار تشكيل حكومة لوحده وتحت قبة برلمانه دون أن يكون هناك مشاركة للأطراف السياسية الأخرى ودون أن يقدم شيء، يعني حكومة فقط دون أن يقدم تنازلات فيما يتعلق بالقوانين، دون أن يقدم شيء، يريد أن يقنع بها هذه الأطراف، وأظن أنه لم يلقى قبولا بها. أظن أن الرسالة التي يتلقاها عقيلة دائما بأن هذه الأطراف الدولية والإقليمية هي مع مبادرة عبدالله باتيلي ومع جمع الأطراف على الطاولة واحدة ومع تأسيس واضح، وهو يجب أن يكون هناك مشاركة جامعة لجميع الأطراف السياسية وعدم استفراد طرف سياسي ما بصنع القرار سواء فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية وأيضا فيما يتعلق بملف الحكومة. عقيلة بكل تأكيد هو يظن اليوم أنه الأضعف في المشهد باعتبار أن أي مسارات بديلة سواء عبر الطاولة الخماسية إن افترضنا أنها سوف تعقد، وهذه مسألة يدور عليها الكثير من علامات الاستفهام وفيها الكثير من الشكوك، أو أي مسارات أخرى سوف يجد نفسه خاسر، لأن الحكومة التي سوف تتشكل إن تشكلت حكومة سوف يكون بعيدا عليها عقيلة ولن يتدخل فيها. الآن البرلمان ليس كما كان البرلمان في وقت سابق، عقيلة لا يتحكم في البرلمان، الكتلة التي مناوئة لعقيلة صالح والتي موالية لبلقاسم حفتر هي التي تعتبر الكتلة الأقوى في البرلمان، وهي التي سوف تكون محل اهتمام بكل تأكيد لأي صفقات جديدة فيما يتعلق بملف الحكومة سواء عبر تعديل وزاري سواء عبر دمج حكومي سواء عبر حكومة جديدة، سوف تكون هذه الكتلة بكل تأكيد حفتر هو الرأس فيها، والأطراف السياسية الموجودة في الغرب هي النظير لها. عقيلة في هذه الخريطة لن يكون موجودا، وبالتالي هو يحاول أن يسعى بكل ما أوتي من قوة أن يفرض أو أن يوصل وجهات نظر أو أن يقنع الأطراف الدولية بهذه المسار هذه المسارات التي يتجه لها، ولذلك نجده متردد في مسألة الذهاب نحو الطاولة. ثق وتأكد سيد نبيل أن الذهاب للطاولة سوف يكون مكلف للجميع دون استثناء، لا تستطيع بعد أن تقبل الجلوس على الطاولة أن تنسحب منها ببساطة، لن يكون هذا الأمر سهلا. عندما تقبل الجلوس سوف تكون مضطرا لتقديم تنازلات، وهنا التنازلات مجلس النواب ما الذي سيستطيع تقديمه من تنازلات؟ هنا السؤال، لأنك أنت لا تتعامل مع مجلس النواب واحد. نعطيك مثال، قبل أسبوع طلعت رسالة موقع عليها فوزي النويري النائب الأول يتحدث فيها عن مطالبة المصرف المركزي والنائب العام والسادة دولة أخرى بعدم الاعتداد بخالد شقشق رئيس ديوان محاسبة. بعدها بأيام قليلة يطلع عقيلة رئيس مجلس النواب يقول راهو مشاورونيش وهذه الرسالة تعتبر لاغية. هذا مؤشر من المؤشرات اللي يعطيك شنو قاعد يصير في البرلمان. وبالتالي عقيلة سوف يجد ربما نفسه مضطرا بأنه هو الذي يضحى به إن ذهبت الأطراف نحو الطاولة الخماسية أو ذهبت إلى مسارات بديلة، باعتبار أن الثمن يجب أن يدفع، يجب كل طرف أن يدفع ثمنا ما لكي تتحرك العملية السياسية، هكذا يتحدث المجتمع الدولي، وبالتالي هو يحاول أن يسعى، وكل هذه المحاولات تبوء بالفشل بكل تأكيد. لأن قناعة الأطراف الدولية باستئثار طرف ما
بتشكيل الحكومة هذا لن يكون مقبولا. وحتى على فكرة في أمر هام حتى نختم به كلامي، حتى ولو افترضنا أنه مسألة مجلس النواب هو الذي يختار حكومة جديدة، عقيلة لن يكون راهو الرأي الواضح أو الواحد فيها زي ما كان أيام فتحي بشاغة مثلا على سبيل المثال. لا، مجلس النواب اليوم موجود في بنغازي مش في طبرق، ومجلس النواب هناك كتلة واسعة تعارض عقيلة صالح، وبكل تأكيد من يؤثر في مسألة الحكومة سوف يكون حفتر ولن يكون عقيلة صالح. وبالتالي في كل الخيارات، كل الخيارات اليوم عقيلة يجد نفسه ضعيفا. وبالتالي أنا ذكرت جملة قبل شوية بأنه عقيلة يرى بأنه الحلقة الأضعف في هذه الطاولة، وبالتالي عليه أن يفعل كل ما يستطيع أن يفعل. نعم. في اتجاه الذهاب نحو مسارات تبعده كل البعد عن أي مسارات أممية ترعاها البعثة وترعاها الأطراف الدولية. وبالتالي بعيدا عن عقيلة صالح، سيد القادر، أعود بك إلى تصريحات هاكان فيدان وزير خارجية تركي التي أشرت إليها قبل قليل في حديثك. ما قاله فيدان بأن العلاقات مع مصر ستنعكس إيجابا مع ليبيا، أيبدو لك بأنه ملف التطبيع العلاقات ما بين الدولتين يسير بشكل متقدم أكثر، حالة الخلاف في الرؤى التي كانت حاضرة في مواقف الدولتين فيما مضى على فيما يتعلق ملف الأزمة الليبية الآن باتت من الماضي يمكن قول ذلك، وبالتالي بتنا أقرب إلى تسوية مصرية تركية على ملف الأزمة الليبية، أيبدو لك الأمر كذلك أم ماذا؟ نعم، يجب أن لا ننسى حتى نكون واقعيين كما هي السياسة التركية سياسة واقعية. تركيا ومصر هي هما دولتان يعني تدوران في 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 الفلك الأمريكي، يعني لا مصر ولا تركيا هم بعيدين عن الفلك الأمريكي، والدليل على ذلك أن التقارب بين أمريكا بين تركيا وبين مصر والمصالحة التي حصلت بينهم حصلت حينما وصل جوي بايدن إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، وطالب بالشركاء، لأنهم ليسوا حلفاء، يعني لا لازم تكون حليف، لازم تكون قد أمريكا باش تكون حليف لها، أنت مجرد شريك. طالب بشركائه في المنطقة والشرق الأوسط بالأساس ألا تضارب بينهم الذي يؤدي إلى المس بالمصالح الأمريكية، وهو كان يقصد أنه التوغل الروسي في ليبيا كان الهدف السبب الأساسي والرئيسي له هو التضارب بين تركيا من جهة وبين مصر والإمارات من جهة أخرى، فلذلك هو أرغم الجميع على المصالحة، والذي حصلت المصالحة الخليجية ثم تبعتها المصالحة التركية الإماراتية والتركية المصرية. الأتراك هم واقعيون جدا، ونظام السيسي أكثر واقعية من ذلك، والدليل على ذلك أستاذ نبيل أن المبادلات التجارية وحجم الاستثمارات التركية في مصر زاد بعد سقوط مرسي. لو تسمع الخطاب السياسي التركي تقول يعني الجماعة ما عندهم ولا استثمار في تركيا، أفضل الاستثمارات التركية في خلق مناصب الشغل في تركيا في مصر هي الاستثمارات التركية، ولم تتأثر أبدا بالأزمة والمواقف السياسية التي كانت متشددة. والدليل أن المبادلات التجارية تصل بعض المرات إلى 8 إلى 9 مليار دولار في السنة، بمعنى الآن نتكلم عن شركاء قويين، يعني هناك واقعية في التعامل. التعامل في الأزمة الليبية الآن نفس الشيء، ستنظر مصر إلى مصالحها، مصر تريد أن تستقر ليبيا لأنها تعرف أن ليبيا سوف تأخذ منها عمالة كبيرة جدا كانت وصلت إلى مليون ومليونين في فترة ما، تريد أن تستفيد من الغاز والنفط الليبي، بالإضافة إلى أن تركيا لديها مصالح، هي تريد أن تكون ليبيا بالنسبة إليها المدخل كذلك إلى العمق الاستراتيجي التركي في أفريقيا، بالإضافة إلى تثبيت اتفاقية ترسيم الحدود، لأنه هاي اتفاقية ترسيم الحدود هي الأهم بالنسبة إليها، لأنها تحفظ لتركيا ماذا مصالحها وكذلك في الغاز كذلك في البحر المتوسط، وهي بالتالي تفرض نفسها على الاتحاد الأوروبي، لأنه لا يصبح أي إذا ثبتت هذه الاتفاقية الآن اللي هي مسجلة في الأمم المتحدة، إذا ثبتتها الأطراف الليبية والأطراف الدولية مثل مصر ستصبح تركيا هي الرقم الأول والرقم الأصعب في تصدير الغاز البحر المتوسط إلى صالح أوروبا. أوروبا الآن انتهت مع روسيا وهي مرغم الآن أن تتصالح مع تركيا في قضية الغاز. إذن هناك مصالح كبيرة لمصر، هناك مصالح كبيرة لتركيا، ومن مصلحة في المرحلة القادمة الاستقرار في ليبيا، ليس حبا. أنا في العلاقات السياسية في العلوم السياسية وفي السياسة لا توجد محبة، لا توجد قيم مشتركة، توجد مصالح مشتركة بس، والجماعة إياهم واقعيين جدا جدا سواء المصريين وسواء الأتراك.
لذلك الآن هناك إرادة الآن تركية مصرية لرعاية لمصالحهما أن هناك يكون هناك نوع من الاستقرار. إلى حد ما ستتعايش هذه المصالح، كلما تعايشت هذه المصالح كلما مصالح الأطراف الأطراف الإقليمية الدولية كلما كانت كلما كان الأمر إيجابيا بالنسبة للليبيين، وبالتالي وكلما تضاربت هذه المصالح في الفترة القادمة أنه سيكون ليس مصلح. لكن أرى أن هناك تقارب في المرحلة القادمة سيكون بين مصر وتركيا وتدخل معهم في في عجالة الجزائر. ما تسمي بحالة ارتقاء المصالح أو هذا التقارب الحاصل الآن، التوافق على الأقل حتى ما يفهم من تصريحات هاكان فيدان، هذا التقارب نعتبره تقارب مرحلي ربما يؤسس إلى حالة استقرار مرحلية أو دائمة بالنسبة لليبيا، وهناك تسوية سياسية ما أيا كان معالمها لا أحد يدري حتى هذه اللحظة في عجالة؟ أنا نختصرها في دقيقة بس. كانت هناك سياسة تصفير المشاكل اللي كانت هي الخط الناضي في السياسة الخارجية التركية مع هاكان فيدان، والحس الاستخباراتي الذي هو لديه سيكون سيعودون إلى هذا المسار، لأن الاقتصاد التركي الآن مع قضية التضخم وقضية كذلك صعوبة العملة وقضية التضخم خصوصا وعدم تحكم في الفائدة وهذه الأشياء، هم الآن يحتاجون إلى استثمارات أكثر خارجية ويحتاجون إلى الاستقرار. لذلك المرحلة القادمة حتى مصر الآن تعاني من مشاكل اقتصادية كبرى الآن، لذلك من مصلحتي هاتين الدولتين كمثال فقط كمثال، لأنهم الأكثر الآن حاجة في ليبيا، أنهم مصالحهم لن تكون خلال 6 أشهر، ستكون لسنوات طويلة، لأنهم يبحثون عن مصالح طويلة جدا. العمالة المصرية يجب أن تبقى، يجب أن تشارك مصر في إعادة إعمار ليبيا، يجب أن كذلك أن تركيا تثبت قضية الغاز وتبدأ استثمارها في الغاز، وهي تنفتح على إفريقيا، وليبيا هي أهم من أهم المفاتيح بالإضافة إلى الجزائر في تمدد أي دولة كعمق استراتيجي في الجنوب نحو الجنوب في إفريقيا. سيد مطير، نتحدث عن حالة ما تسميها المصالحة الإقليمية بين كثير من الدول، وكيف يمكن أن تشكل مواقف عقيرة صالح تجاه الحالة في ليبيا، تعثر المشهد السياسي الآن، حالة الجمود السياسي، لكنك نسيت موقف حفتر في هذه الحالة. الرجل قدم شروطا متتالية بالنسبة لطاولة بتيل الخماسية، وبالتالي أمام هذا التقارب المصري التركي، هل سيأخذ الخليفة حفتر خطوات أكثر للوراء تجاه مبادرة بتيلي، أم كيف سيصيغ الرجل مواقفه في الفترة القادمة؟ شوف، المصالحة الإقليمية ولو تسقطها على ما يحدث من القيادة العامة تجاه مصلحة المنطقة وانعكاس بينها بين مصر وتركيا والتقارب الأخير بعد موضوع درنا، وشفنا كيف دخلوا الأتراك وتم استقبالهم مع المندوبية التركية إلى حضور المؤتمر، أيضا تشاهد مصر كذلك مع القيادة العامة توافق وتقارب. أعتقد أن القيادة العامة تلعب دورا مهما في تقارب بين مصر وتركيا، وكل المساعي التركية الجديدة التي دخلت إلى المنطقة أساسها وقاعدتها الأساسية هي القيادة العامة. ونعطيك أهم نقطتين، الخلافات بين مصر وتركيا، تركيا أبعادها استراتيجية في المنطقة ومصر أبعادها اقتصادية، تختلف في الرؤى في المصالح، وأعتقد أن القيادة العامة فهمت هذا الأمر، استطاعت مع مصر خلق مبادرات اقتصادية ودخول الشركات المصرية إلى أعمار مدينة بنغازي أو درنا، كذلك محاولة القيادة العامة لتنقيح الاتفاقية البحر المتوسط مع تركيا عن طريق الكتلة المتواجدة اليوم في البرلمان الليبي، مع التي تبتعد كثيرا عن عقيلة صالح الذي اليوم يذهب إلى قطر محاولة أنه يستفيد ويستثمر هذه المبادرة، فأن يتم اعتمادها مجلس النواب بس حتكون عن طريق القيادة العامة. يعني القيادة العامة اليوم كسياسيا بعيدا عن أنها تكون قيادة عسكرية أيضا لعبت دورا مهم في المنطقة، دخول تركيا في المشهد إلى ساحة بنغازي ومنطقة الشرقية كان رئيسي، السبب الرئيسي لها عن طريق القيادة العامة. فهنا نحن لما نقول لك مصالحة إقليمية ومبادرات باتيلي أمام هذه الفكرة لا تتركب، ما فيهاش توقف. وكأنك تشير يعني تشير يا سيد محمد إلى مبادرات، وكأنه يفهم من كلامك بأنه عقيلة وحفتر يسيران في خطين متوازيين، على الرغم من أنه الصور الأخيرة فهمت على أنه حفتر يود أن يرسل رسالة بأنه على وفاق تام مع عقيلة صالح، ولا نوايا لأبنائه بأنه ربما يحاول إقالته. لكن ما تقدم الآن أنت من تحليل، لا أدري إن كان هو تحليل أم معلومة حتى نفهم أكثر كيف يمكن التعامل معه والتعاطي معه.
هو في العادة هو خلق بين بعض السلوكيات التي حدثت بين الرجلين في الآونة الأخيرة وفترة الأخيرة، وخاصة بعد اعتذار عقيلة صالح عن طرابلس مقابل أن يقدم نفسه رئيس المجلس الرئاسي في جنيف، وكأن ما يحدث في 2019 هو ذنب وتم ترافع عليها. إذا كان ذنبا فلابد أن يتم محاكمة عقيلة صالح في هذاك الوقت ولليوم. فلهذا أعتقد أن عقيلة صالح يحاول تجميل الصورة أحيانا، وأحيانا أخرى يرى أن هناك تغاضي من مجلس النواب اتجاهه فيذهب إلى بعض التحركات، وأعتقد أنها هي رقصة الديك المذبوح لعقيلة صالح، لأن أصبح عقيلة صالح يبحث عن مصالحه، يبحث عن تأسيس حكومة جديدة واهما أنها هي التي سوف تستقر بها البلاد. وهذا المطلب تحبذ ما تعتبره قيادة أنت الآن، مسألة الحكومة الجديدة غير متحمسة له؟ لا أعتقد أن قيادة تدعم هذه المبادرة إلا لا أعتقد ذلك. القيادة لا تبحث عن تأسيس حكومات وبادرات حكومات جديدة، قيادة تبحث عن استقرار المنطقة. لماذا دخلت في مشروع الآن إن كانت القيادة العامة كما تسميها لا تبحث عن مشاريع الحكومات؟ لماذا دخلت في توافق مع صفقة قيلت فيما مضى مع أطلق عنها حكومة بشاغة التي تحولت إلى حكومة حماد وكانت في أطراف سياسية؟ ما الذي دفعها إلى ذلك إن لم يكن حرص على تشكيل هذه الحكومة؟ أمنوا برحيل بشاغة ومجيء حماد تحصلت على ما تريد. صحيح، سؤال مهم جدا. من قام بهذه المبادرة هم شخصان، السيد عقيلة صالح، واليوم الذي يترأس مجلس الرئاسي هو السيد محمد تكالة. قاما مع المشري الذي كان قريبا بعيدا من هذه المبادرة، على أمل وعود بشاغة أنهم سوف يدخلون العاصمة بدون قتال. وعد بشاغة الأطراف المنطقة الشرقية بإمكانه ونفوذه في المنطقة في طرابلس ومصراتة يدخل العاصمة بدون قتال، على أمل أنهم يستطيعوا إزاحة بدبيبة من المشهد السياسي، ولكن حدث العكس. هذا هو الهدف الأساسي من التوافق مع السيد فتحي بشاغة، الرجل أخل باتفاقيات وكل الوعود التي وعدها في دخوله للعاصمة. لهذا تم خروج فتحي بشاغة بشكل سلس بدون مشاكل، بدون أنهم يذهبوا إلى الطعونات بين الطرفين. اليوم دبيبة أقرت حكومة، اليوم قيادة أقرت الحكومة مع البرلمان هي السيد حماد. السيد حماد قائم بواجبة في المنطقة بقلة الإمكانيات، ولكن هناك أفعال فعليا قائمة على أرض الواقع. ولكن أحكي لك على خطة استراتيجية تمثلها القيادة العامة لإبعادها في المنطقة مع تركيا أو مع مصر، وأيضا ممكن تكون في حتى قطر مستقبلا، لأن فعلا واضح تماما. أنا لم يتبقى مع الكثير سيد محمد، حتكون المرحلة الجاية أكثر استقرارا مما هو عليه اليوم. اسمح لي أن أنتقل فقط إلى بقية الضيوف، على الأقل سيد محمد محفوظ والسيد القادري في عجالة، ربما دقيقة أو أكثر لكل منكما. واجهت هذا الطرح، المنطق الذي يتحدث به الآن السيد محمد مطريد وكأن عقيلة وحفتر مختلفين تماما، حتى وإن ظهروا في صورة واحدة، هذا ما يقوله السيد محمد مطريد. وبالتالي ما يعتبرها قيادة عامة غير متحمسة لحكومة جديدة، فقط هي مكتفية بحكومة حماد، وبشغى انتهى دوره عندما لم يحقق ما هو مطلوب منه. واجهت كل ذلك سيد محمد محفوظ بالنسبة لك. أنا نبي رد أستاذ نبيل على السيد مطريد في بعض النقاط، أتمنى أن تعطيني الوقت، أنا أظن أنني لم أخذ وقت مثل باقي الضيوف، أظن ذلك. وقتك أخذته يا سيد محمد، وقتك أخذته تماما، أنت وبقية الضيوف، أنا أدير وقت بشكل جيد، فلا حاجة لمثل هكذا ملاحظات، تفضل. شكرا لك، بارك الله فيك. تفضل. طبعا أستاذ نبيل، أنا أظن أن مسألة توصيف بأن حفتر لا يهمه أو لا يتدخل بشكل أو آخر، ولو أنها لم يقولها السيد مطريد حرفيا في ملف الحكومات، فأن هذا الأمر ينافي الكثير من الوقائع التي حدثت، بعيدا عن النقطة التي تم نقاشها فيما يتعلق بموضوع صفقة حكومة بشاغة والتدخل في هذا الأمر. حتى مع دبيبة هناك صفقات تعقد وهناك اتفاقات تعقد، ولا أظن أننا نستطيع أن ننسى ما حدث فيما يتعلق بالمؤسسة الوطنية للنفط. وبالتالي الذي يجري أعتقد بالنسبة لموضوع الحكومة، لوجهة نظر حفتر فيما يتعلق بالحكومة، نذهب في مسارين. المسار الأول أنه طيب يا عقيلة تبي تدير حكومة جديدة، نحن لن نتبنى هذا الأمر، اذهب فيه توكل،
في نهاية الأمر إن ما نجحت في هذه النقطة فلن تكون هناك أو لن يكون هناك رئيس حكومة حكومة دون أن يكون أن نكون نحن من نشرف على هذا الأمر ونحن من نرضى عليه باعتبار أن البرلمان في بغازي والكتلة المناوئة لمجلس لعقيلة هي الكتلة الأكبر لن يستطيع عقيلة تمرير أي شيء دون رضا وموافقة حفتر هذا الأمر الأول وإن لم تنجح نحن سعداء بهذا الوضع الذي هو عليه الآن هناك حكومة موجودة وتصرف وتسير الأموال بغض النظر عن مصادرها وعدم وجود رقابة عليها لا من ديوان محاسبة ولا من هيئة رقابة إدارية أظن أنهم سعداء بهذا الوضع أكثر من أن يورطوا أنفسهم في حكومة جديدة ورئيس غير مضمون إن ذهبنا طبعا نحو مسار بعيدا عن عقيلة صالح وبالتالي هم سعداء أعتقد بهذا الأمر ولن يكونوا خاسرين في كلا الخيارين وبالتالي أنا ذكرت لك في وقت السابق بأن عقيلة يجد نفسه الأضعف باعتبار أنه لا يملك أوراق ضغط على الإطلاق هذا فيما يتعلق بملف الحكومة وحفتر فيما يتعلق بملف أن القيادة تلعب دورا في التقاربات المصرية التركية لا أظن أن هذه المقاربة صحيحة ولا أظن أن هذا الأمر صحيح وأنا أعتقد وهذا معلومة وليس التحليل أنا أعتقد أن لازالت هناك الكثير من الأشياء العالقة بين مصر وتركيا فيما يتعلق بالشأن الليبي لازالت هناك وجهات نظر مختلفة لأنك أنت لما جيت تتحدث على مسألة الحكومة على سبيل المثال مسألة الحكومة تركيا لن تغامر في حكومة ينتجها مجلس النواب وتكون هذه الحكومة مقربة من عقيلة ومقربة من حفتر ولا يكون الأطراف الموجودة في المنطقة الغربية أدوار فاعلة فيها وبكل تأكيد هذا الأمر سوف يؤثر في مصالحها هذه وجهة النظر التي لا تريدها تركيا هي تريدها مصر هذا على سبيل المثال يعني لا الحصر وبالتالي لا أظن أن هذا المقاربة في مسألة أن القيادة العامة استطاعت أن توفق بين الأطراف أو بين مصر وتركيا وهي التي كانت سببا رئيسيا فيه هذا الأمر غير صحيح المسألة تتعلق بمقاربات إقليمية المسألة تتعلق بمصالح مشتركة بين مصر وتركيا نستطيع أن نتفاهم هذا الأمر لكن فيما يتعلق بليبيا هم ليسوا متفقين إلى حد اللحظة لازالت كل دولة لديها مشروع ولديها أفكار مختلفة عن الآخر بشكل واضح جدا حتى فيما يتعلق بالاتفاقية البحرية لكن هم الذي سيد محمد لكن يعني هذا الأمر يتعارض سيد محمد في عجالة أنا سأعطيك الوقت لكن فقط أنقل لك تصريحات كان فيدان أشار أن العلاقات مع مصر ستنعكس إيجابا مع ليبيا وكأن الوزير الخارجية تحدث على أنه هناك تقدم على مستوى العلاقة ما بين الدولتين حتى جعله يعتقد بأنه سيحقق أو سينعكس بالإيجاب على ليبيا أشير لك أيضا بأن هناك زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي فيها الرئيس المصري في القاهرة عقب الصورة الشهيرة التي تذكرها أنت وبالتالي من أين جاءت بفكرة بأنه العلاقات لا تسير بشكل متقدم إلا إذا كانت لديك معطيات أخرى نستمع إليها الآن تفضل سيد محمد هي بمعلومة وهذه هنا المؤشرات اللي بنيت عليها يا سيد نبيل لا أنا حتى أفهم فقط سيد محمد أنا فقط أسألك حتى أفهم توضح هذه الفكرة وأنا أيضا عن طريق معلومة سيد محفوظ لا سيد محمد اسمح له أن يكمل سيد محمد مطريد صراع المحمدين الآن اسمح له أن يكمل كلاكما لديه معلومات فقط كما أعطيتك حقك يا سيد محمد مطريد اسمح لسيد محمد محفوظ أن يتحدث فضل سيد محمد أكمل فكرتك فقط أنا أشرت إليك في تصريح فيدان وزير الخارجية التركي شوف 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 بعيدا عن المعلومة وأنا متأكد من المعلومة وهي من مصادر رسمية ما هيش ليبية طبعا لا داعي لذكرها شوف أنا بعيدا عن هذا الأمر لما نجي نشوف المشاريع على الأرض ونشوف المعطيات على الأرض وأنا ذكرت لك قلت لك مشروع الحكومة على سبيل المثال طرف يؤيده وطرف يقبله وطرف آخر لا يقتنع به على فكرة مشروع الطاولة الخماسية تدعمه تركيا بقوة ومصر لازالت متحفظة عليه هذا مشروع سياسي ومسار سياسي هو الأبرز اليوم في المشهد مسار الطاولة الخماسية الأبرز يعني إذا لم نشاهد توافقا في هذا الأمر فعن أي توافق نتحدث عن مسألة ماذا ترى قولي شيني أعطيني مثال على قضية في ليبيا نقولوا إن فيه توافق وتقارب مصري تركي فيها بغض النظر عن التصريحات والمعلومات والكلام هذا كله فوتة لوحة
جيب لي معطى واحد أو قضية واحدة اتفقوا فيها. هل متفقين مصر وتركيا على الاتفاقية البحرية وتنسيب الحدود مثلا؟ هذا مثال، هذا موضوع اقتصادي بعيدا عن القضايا السياسية. هل متفقين فيما يتعلق بمسار تشكيل حكومة جديدة؟ هل متفقين في مسار الطاولة الخماسية؟ هذه كلها أحداث مهمة وهذه قضايا مهمة في ليبيا. يعني على شبه اتفقوا مثلا، هذه النقطة مهمة جدا ويتدل. وأنا ذكرتها على فكرة من باب ماذا؟ ذكرتها من باب أنه السيد مطيريد ذكر أنه والله القيادة العامة ساهمت بشكل واضح وبشكل كبير في مسألة التقارب المصري التركي. راو هي ليست مجال للذكر في هذه الحلقة، ولكن يجب أن أذكر معطيات ودلائل وقرائن تدل على أن هذا الأمر غير صحيح، لأنك أنت لا تملك أن تفعل هذا الأمر، لا تملك أن تحدث مقاربات. كويس، لأنك أنت أولا هناك أطراف سياسية أخرى موجودة معك في المشهد، لا أحد يتحكم في المشهد في ليبيا لوحده. ما كنت تظن نفسك قوي، هناك أطراف أخرى موجودة معك في المشهد وتؤثر كما أنت تؤثر، وبالتالي لا يستطيع أحد في ليبيا أن يتحدث اليوم بصوت عالي ويقول أنا كنت سببا في إحداث مقاربات بين دولتين في السابق كانوا على حالة صراع. في بشكل عام يعني الخلاف بين مصر وتركيا ليس فيما يتعلق بليبيا بس، وخلاف العديد من القضايا، هي ليبيا جزء منها. يعني أنت استطعت، هل استطعت أن توفق بينهم في ليبيا حتى تقول لي والله في مقاربات في قضايا أخرى؟ لا أظن أن هذا الأمر صحيح. وبالتالي حتى أختم كلامي بعجالة، أنا أظن أن البحث عن مشاريع سياسية تتبناها منظومة السلطة الحاكمة فيما يتعلق، وحتى أعود بشكل سريع إلى زيارة عقيلة صالح لقطر، أنا أظن كل هذه الأطراف لا زالت تبين لنا كليبيين كل يوم أن كل زياراتها ولقاءاتها ومشاريعها وأفكارها تصب في إطار البقاء في السلطة وليس في اتجاه نحو الدفع نحو الانتخابات، كلها دون استثناء. ولذلك علينا أن نعي كليبيين أن هذه الأطراف الدولية لن تكون معينا لنا، والإقليمية لن تكون معينا لنا في الذهاب نحو الانتخابات ما لم نحن نتبنى خيار الذهاب نحو الانتخابات. واضح جدا هذا الأمر قاعد كل يوم يثبت. هل استطاعت أن هل عجزت هذه الأطراف الدولية والإقليمية لكل مدة يحجولها مسؤوليننا وسلطتنا وصناع قرارنا، نعم، هل عجزت أن تطلب منهم أن يجلسوا على الطاولة واحدة؟ مش يتفقوا، لا يقعمزوا على الطاولة واحدة. يعني استطاعت قطر على سبيل المثال أن تجمع المتخاصمين في السودان في وقت مضى، واستطاعت قطر أن تجمع المتخاصمين في تشاد، واستطاعت قطر أن تجمع المتخاصمين في أفغانستان والعديد من القضايا حتى في أمريكا الشمالية أظن. لكن هل اليوم لدينا قدرة، أنا متكلمش على قطر بس، على أطراف أخرى، نعم، معقولة عجزوا أنهم يجمعوا الليبيين على الطاولة واحدة؟ مش على أنهم يصنعوا حل. وبالتالي أصبحنا نثق بأننا لن نستطيع أن نصنع حلولا من هذه الأطراف الموجودة في السلطة، لأنها عندما تذهب وتشرح وجهات نظر للأطراف الأخرى لا تشرح لهم سبل الدفع نحو الانتخابات، إنما تريد منهم الدعم نحو البقاء في السلطة. واضح تماما سيد محمد محفوظ. سيد القادري، يبدو لديك بالتأكيد رد أو تعليق على سيد محمد مطريد، لأنه لاحظت بعض التعبيرات والسيد محمد مطريد يتحدث، هذه واحدة. النقطة الأخرى المتعلقة بتساؤلي عما إذا كان هذا التوافق الإقليمي إن سلمنا بحدوثه رغم تباين الرؤى بينكم أنتم كضيوف الآن تحديدا المصري التركي، هل هذا ما يبحث عنه باتيل الآن حتى ترى مبادرتها النور ولا تفقد بريقها، أم ربما للدولتين مسار آخر انطلاقا من مواقفهما الأخيرة تجاه الحالة الليبية؟ الوقت لك سيد القادر، تفضل. بداية يعني أستاذ مطيريد يتكلم عن القيادة العامة التي استطاعت الجمع بين دولتين أو قوتين إقليميتين مثل مصر وتركيا. يعني أنا أتفهم أن الأستاذ مطيريد لديه يعني تقارب وجهات نظر، حتى لا أقول شيء آخر، مع القيادة العامة. القيادة العامة هي فقط قيادة عسكرية، وهي مجرد ميليشيا عسكرية موجودة في ليبيا. وفي العلوم السياسية نحن لا نحكم على الناس من خلال الألقاب، نحكم على الناس من خلال التاريخ السياسي والمواقف السياسية. خليفة حفتر هو لا يصبح يوم من الأيام هو سيد الانقلابات وتاريخ انقلابات كبيرة منذ تجميده. يعني حال نتكلم غير فقط بعد في الثورة، يعني الآن أصبحت الناس تستعر تقول ثورة في ليبيا. يعني
حينما يعني انقلب على اكثر من برلمان وهاجم بنغازي بعد وش اسمه بعد الصخيرات، وبعدين كي جاء المؤتمر الجامع هاجم من جديد طرابلس ورحل مئات الالاف وقتلوا الالاف وجابوا مرتزقه تشاديين وجابوا مرتزقه سودانيين وجابوا فاغنر. ويعني مرات الانسان يخطا شويه لما يعتقد انه شخصيات مثل هذه انه تصبح اطراف دوليه، هي مجرد ميليشيا عسكريه عند الناس عند تركيا او عند مصر او حتى الولايات المتحده الامريكيه. قضيه هناك توافق، سيحدث توافق بين مصر وتركيا، لكن ليس من اجل مصالح الليبيين بل من اجل مصالحهم، هذا الامر الاخر. ولذلك الذي تريده القياده العسكريه كما قال الاستاذ مطيريد أنها تريد الاستقرار لليبيا، أنا أقول خليها نقول بصراحة لأن هذه الشهادة للتاريخ تبقى في الزمن، وسيعود التاريخ يوما ليراني أنا والأستاذ مطيريد والضيف العزيز الذي معنا الأستاذ محمد، الذي يريده خليفة حفتر هو الذي يحصل في مصر الآن فقط. هذا الذي يحصل، تشوف الآن اللي حاصل في مصر، السيناريو اللي حاصل في مصر هو نفس السيناريو اللي خليفة حفتر. لماذا؟ وراه مش فقط موقف ضد القيادة العسكرية كما تسمى، هو فقط استقراء في علم السياسة. استقراء في علم السياسة نحكم تاريخ الشخص أو تاريخ الطرف أو تاريخ الحزب أو تاريخ الجماعة، ونشوف إيش هو الخط الناظم فيها. الخط الناظم لكل مواقف ولكل الحال، يعني المواقف السياسية والعسكرية والتحركات والخطابات وكذا، الخليفة حفتر هو الاستفراد بالسلطة. نعم، واحد وجد في أولاده صدام وبالقاسم، يعني احنا نفس الشيء اللي راح حاصل الان في مصر مع السيسي. فلذلك لا نكذب على انفسنا، لان المواطن الليبي ممكن هو المواطنين الانسان العربي هو انسان طيب، لكنه ليس فاقدا للذاكره وليس فاقدا كذلك للذاكره، خصوصا ليس الذاكره العقليه حتى لذاكره الالم. نعم. لان الليبيين يذكرهم ليه حصار طرابلس من الذي حصل والمجازر اللي كانت في طرهونه وفي غيرها من الاماكن. فلذلك نحن نحلل سياسيا، لكن نحاول فقط اننا نحترم عقول الناس ونحترم آلامهم. نعم. يعني أحلام الليبيين موجودة لكن آلامهم كذلك موجودة. هذه فقط كلمة أقولها للتاريخ، يعني يعني لأن الكلام هو ليس فقط كلام يلقى على عوائل ولكن هو شهادة للتاريخ كذلك. نعم. سيد محمد مطيريد، أختم معك إن كان لديك تعليق أو رد على ما ذكر الضيوف. هذه واحدة. الثانية المتعلقة طبعاً بمسألة ما تعتقد بأنه القيادة عامة أو كما تصفها أنت غير متحمسة لمسألة المسار الذي ينتهج الآن أو يحاول عقيلة صالح السير فيه، هل هو موقف منفرد أم أيضا بتوافق مع حلفاء هذه القيادة إن ذكرنا مصر الإمارات وغيرهم؟ أعطيني الوقت ونبدأ من آخر ما تحدث به سيد ضيفك من باريس القادري. نعم. بخصوص أن رؤيته أن ما في المنطقة الشرقية أن مجموعة من الميليشيات أو أن تحت اعتبار دولي أن هم ميليشيات، رأيي قيادة يعني عسكرية، قيادة عسكرية لا تتكلم عن المنطقة الشرقية أو قيادة اللي هو اللي شايفها حسب رؤية. أنا مش نعم. مشكلة نتحفظ على هذه الأمور، خلينا نحكم بشكل موضوعي. لا أحب التمجيد ولا توجه لأي شخص ما يعني يتأخذ عليه أنهم هم الإله المنطقة. نحن كشرقيين أو عرب أو نحن كدول كمواطن ليبي، نحن تعودنا على نظام الأب ونظام الشيخ ونظام العمدة. هذا هو اللي سير في عقول الشعب الليبي ابتداء من الملك وانتهاء بالنظام السابق معمر القذافي، ثم أتى سيد الحكومات التي مرت آخرها السراج وبدبيبة حتى اللي جاب أسرته، كذلك حتى حفتر راهو ليبي من الليبيين، يعني نفس العقلية ونفس التوجع. عقيلة صالح حتى وحظنا عمه قاعد وسط عمه في القبة، فهذا يعني موضوع كبير لما أنا وياك بنحلوه على مدى 50 سنة القادمة. خلينا نجلس ونحطه خطة ثقافية للمجتمع الليبي، من جوشته ونحن نقدر نلومه مثلا أنه كيف حفتر حط عياله وكيف نقول لك حتى ناس نرد عليه يقول لك دبيبة حط أسرته وعائلته وعات دبيبة ونرده لورا. فهي عقلية ثقافية للأسف نحن محتاجين سنوات حتى نصل إلى أن تكون دولة مدنية. نحن ليس دولة مدنية، وهذه تقدر تقول هي أكذوبة لو قال أحدا أن الدولة الليبية دولة مدنية. دولة متكونة على قبائل، ممكن مدينة واحدة أو مدينتين تتكون فيها بعض نمطية المدنية وهي العاصمة طرابلس، وضيف إليها مدينة درنة. أما كل المدن الموجودة في الساحة اليوم موجودة على تكوين قبلي،
معتمدة على الشيخ والعمدة والأب الأسرة، وهذا يعني من الأخلاق الدينية والإسلامية موضوع كبير سيكولوجي، يعني صعب أن نحن نوصل في حل في حلقة أو نصل لحل ممكن في مشاكلنا اليوم. أما بخصوص أن القيادة العامة هي التي ترعى، أنا قلت لك ترعى التوافق بين مصر وتركيا، يعني موضوع كبير، نحكي على قيادة عامة ولا نحكي على دولة، ولكن القيادة العامة قلت لك قدرت أنها تخلق توافق مع تركيا وأيضا مصر. راهي مصر خطها الرئيسي مع عقيلة صالح وإسامة حفتر، حفتر عبارة عن شريك لهم في المنطقة فقط لغير، ويستطيع حفتر في لحظة ما نبذ كل التوافقات التي حدثت، ولاحظنا كيف لما طلع المهاجرين الذين دخلوا الحدود الليبية، وشفنا كيف عباس كامل جاء للدول إلى القيادة العامة وحاول أنه يحل المشكلة هذه اللي حدثت بين مصر والقيادة العامة. هي عبارة عن رسم سياسات، وأنت تعلم السياسات ترسم عن طريق قادة أو فريق أو جماعة، وهذه في علم السياسة. عشان نحن نصل إلى حل نهائي لمصير سياسي استراتيجي، هذه ما تفعل القيادة. نعم. عرفت شن تبي تركيا وعرفت شن تبي مصر. تركيا بعدها استراتيجية، بعد عادي جدا ممكن أي دولة تطمع له، من عندي التعامل مع تركيا ولا تكون دولة أخرى ولا تكون حتى الإمارات. أعطيني شنو تبي الحدود البحرية، رسم الحدود نقول لك حتى ليبيا عندها مصلحة. أي نعم مصر تعارضها، ولكن مصر خانتها إسرائيل، الرسم الذي حمل إدارات إسرائيل ومصر واليونان خانتها إسرائيل وغيرت خطها من دولة أخرى. واتفاقية البحرية اللي كانت بين هذه الثلاث الدول ومؤتمرات قامت بها مصر واليونان وإسرائيل كلها انظر في العرض الحائط، تركيا انتصرت فعليا في رسم هذه الحدود وأعطت لليبيا أيضا حقية الحدود البحرية، ما عطاش تركيا فقط. نحن محتاجين تعديل بنود واعتمادها مجلس النواب. طيب. ما اللي بيعتمد لك هذه البنود فعليا امام المجتمع الدولي؟ لحظه من فضلك سيد نبيل عشان اكمل الفكره بالكامل. محتاج انت مجلس النواب، ومجلس النواب اليوم قال ممكن سيد محفوظ من بدري قال لك كتله بالقاسم هي اللي مسيطره، وهي كتله خاصه بالقياده اللي الكتله هذه اللي تابعه القياده، او هي التي رشحت خليفه حفتر كقائد عام في السابق، هي هذه الكتله، هي نفس الكتلة التي اليوم تدافع على مشروع المؤسسة العسكرية أو مشروع المؤسسة الموجودة في المنطقة، مشروع الكرامة بالكامل مدنيا وعسكريا نتحدث هنا. مشروع إذا كان هو السيء أو سيء في نظر البعض الآخر فنقول لك هو أفضل مشروع الآن في الساحة الليبية من جميع النواحي، إذا كان سيء فهو الأفضل السيئين. أعطيني مرحلة وأعطيني العاصمة وأعطيني مصرف المركزي وتعال حسبني إذا كانت هناك أخطاء، هناك محاكم وقضاء مش نتحملوش. نحن نحكي لك على أبعاد نبي المواطن اللي بيتريح لنا، لكن حتى لا نبتعد كثيرا يا سيد محمد، حتى نبقى فقط في النقاط الرئيسية، لأنه أنت طرحت الآن مشروع النموذج الأمني أو العسكري لما تعتبرها القيادة، عما إذا كان النموذج وجيه وهو نموذج فيه من الإيجابية ما يكفي مقارنة بالنماذج الأخرى. هذا ليس موضوع نقاشنا الآن لأنه فيه كثير من الاستفهامات حوله وقد يأخذ منه الأمر وقت طويل، لكن حتى نبقوا فقط محددين في النقاش، وأنا سأختم معك فقط لأنه لم يتبقى مع الكثير صراحة وحتى مددنا قليلا. أنت تحدثت على أنه جزئية مصر جاء عباس كامل وحاول الوساطة بين عقيلة صالح وخليفة حفتر، وكأنك تقول بأنه هذه الوساطة فشلت في هذه الحالة. لا لا، مش هذا الأمر متعلق بهذا الأمر، أم تتحدث عن أوامر أخرى؟ لا أمر آخر، لا أمر ليس عقيلة، هو في محاولة فعليا مثل ما ذكرت تدخل مش عباس كامل، تدخل القيادة المصرية وليس عباس كامل في حل مشاكل عقيلة وحفتر وتقارب، موضوع آخر يطول شرحه. ولم تحل هذه المشاكل حتى هذه اللحظة، حالة الاضطراب ما تزال مستمر. لا وجدت رجلا جديدا بعيدا عن، هي وجدت حل بديل مكان عقيلة صالح. أعتقد مصر تعلم جيدا مصلحة في المنطقة، وهي تعلم من بديل العقيلة صالح في المنطقة، وحصلت عليه، وأعتقد الفترة القادمة حتثبت هذا الأمر. أما معلوماتي عن أنت تتحدث عن أنه عقيلة صالح لن يطول بقاءه في مجلس النواب، هذا ما تود قوله؟ في اعتقادي. طيب، وبالنسبة حتى لا ندخل في تفاصيل أكثر، وبالنسبة لقصة الحكومة، بس خليني نرد على نقطة محفوظ سيد محفوظ في عجالة فقط. سأعطيك سيد محمد، لا عليك، أنا كيف أتابعك. وبالنسبة لملف الحكومة، هي أقرب، تعتقد أنه أقرب إلى حالة الإنتاج دمج الحكومتين أم إلى مسألة الإبقاء على حكومة حماد؟ في عجالة فقط حتى ترد بعد السيد محمد محفوظ. لا أعتقد،
لا لا حتكون هناك وجود حكومة جديدة لن يكون هناك دمج ساري مفعول عليه عمل طيب. تفصيلي واعتقد حماد رغب بمكانه واضح. الجديد أيه. وان الامور ماشيه لهذا السياق ردنا فقط على سيد محمد محفوظ استاذ محفوظ ممكن هو معلوماته ونحت... تفضل لا اعطيني هذه النقطه اللي ردنا على استاذ محفوظ لما انا احترم معلوماتك فيما قلته ان ليس هناك تقارب تركي ومصري وهذا رايك او هذه معلوماتك وهي مصادر لا اتدخل فيها ولكن فعليا هناك مؤشرات بعيده عن المعلومات المؤشرات الموجوده اليوم ان تركيا ومصر على توافق تام وان القياده العامه انها تتوافق جدا مع مصر وتركيا وان المشاريع التي قادمه الى ليبيا حتكون مشاركه بين تركيا ومصر والقياده العامه شريكا فعليا في هذه المشاريع القنصليه التركيه سوف تفتح في مدينه بنغازي شهدنا مندوبيه تركيه حضرت المؤتمر في مدينه درنا اللي هو خاص بالاعمار وهذا اساسي من حيث ان ليش هذا المندوبيه لما جاء دبيبه ورفض هذه المندوبيه تحضر الى درنا رفضت تركيا وقالت لدبيبه بالحرف الواحد نحن نتعامل مع الحكومتين لاجل مصالح التركيه فقط واضح بمعنى واحد ان مصالح تركيا فوق الجميع فقياده علمت هذا الامر وتعلم جيدا ولديها حراك اقتصادي وحراك بينها وبين تركيا وان المرحله القادمه القياده تذهب الى استقرار استراتيجي وليس استقرار وقت لحظي لأن هذا هو فعلا ما يحدث اليوم والمرحلة القادمة سوف تظهر من الصادق أو لا نكذب أحد هي تحليلات في النهاية ممكن تصيب أو تخطئ ولكن فعليا حتشوف المشهد على أرض الواقع وأنا أقول لك كلام سجله في علي بهذا القول الواحد ستشوف المرحلة القادمة كيف تنعكس حاجة واحدة قاعدة تعرقل المشهد الليبي هو مبادرة سيف الإسلام على الجزائر ومحاولة تغيير السيناريو التركي المصري عن طريق فكرة النظام السابق ودخول سيف الإسلام في المشهد الجديد نعم. هي هذه الوحدة هذه المشكلة الوحيدة التي تواجه المنطقة وليست عرقلة من دبيبة دبيبة يعني يعتبر في واضحة تماما يخرج من الساحة الليبية وكل أموال اليوم قاعد يحول فينا على كندا وسويسرا يعني واضح تماما سيد محمد مطريد يطلع بالمشهد اسمح لي أن أنتقل سيد محمد محفوظ كلام كثير قال السيد مطريد تفضل اعتقاده بأنه حتى من بداية حديثه بأنه كلما يدرك عقيلة صالح بأنه قد يغادر الكرسي الرئاسة في مجلس النواب يبحث عن زيارات خارجية يعتقد بأنه بقاء عقيلة صالح ربما قد لا يطول في مسألة كرسي الرئاسة جانب آخر بأنه المشهد أقرب إلى دمج الحكومتين ربما أقرب منه إلى إنتاج حكومة جديدة تنهي هذا التنازع نظرتك لذلك تفضل في جملة قال الأستاذ مطريد يعني قال أعطونا المصرف المركزي وحكومة والعاصمة وبعدين حسمونا قضاء ومحكمة يعني والله هذه جملة حقيقة تستحق أن نناقشها بشكل عميق رغم أن الوقت لا يسعفنا يعني أنتم غير جيبونا قولونا وين سرقهوة النائبة اللي هي عضو مجلس نواب تتمتع بالحصانة وبعدين خلنا نتكلموا على المحاكم وعلى القضاء أنتم غير تكلمونا على المجازر والمذابح التي لازالت إلى حد اللحظة يندى لها الجبين جبين إنسانية مش موضوع أنها الحق أستاذ محفوظ يعني والمقابر الجماعية بعدين تعالوا خلنا نتكلموا معنا على القضاء والحكومة يعني والله ما نبيش خش في تفصيل جايين في نهاية الحلقة وهذا الكلام عليه ممكن بساعة مش موضوع الحلقة يا سيد محمود يعني في مثل ما قاطعتك سيد محمد معلش سيد محمد مقاطع سيد محمد مطريد ما قاطعتك سيد محمد مطريد اسمح له أن يكمل الحلقة كملت خلينا نقوله كلمتين سيد محمد محفوظ سيد محمد محفوظ غير اسمعني غير اسمعني أنا ما قاطعتكش أرجوك سيد محمد محفوظ دقيقة سيد محمد مطريد أعطيك نموذج اسمح له أن يكمل سيد محمد مطريد كلمة تعطيه نموذج إن القيادة العامة. باي خل نكمل لك يا راجل نكمل لك. سيد محمد. باي خل نكمل لك. أنا سمعتك. أنت يعني. قاعد تطرح في نموذج جراء نموذج جراء المفروض يسمع كلام مش يغلط يتكلم بس راح. اسمح له. هذا النموذج الحقيقي. باي. نريد أن ننهي الحلقة. غير اسمعني. فضل. أنت قلت قضاء حكومة قضاء ومحاكم غير أعطونا وبعدين حاسبونا. كيف بنحاسبك أنت قاعد عندك قضايا قاعدة معلقة. خل نتفاهموا عليها قبل. تكيف راو العملية مش بالبساطة هذه وبعدين تو مشروع دولة قاعد تطرح فيه وتقول إن هذا أفضل المشاريع ولو كان أفضل السيئين كويس تمام يعني هل نستطيع أن نقبل إذا كنا إحنا عندنا فكر المدنية رغم إن ليبيا نتفق معك فيها إنه يش دولة مدنية كويس لكن على الأقل شيء أفكار شخصية بيني وبينك إذا كنا نتفقوا على إنه في فكر مدني عندنا
بالإلكشن علاقة جيش بأنه يختار حكومة، واللي يقول لي عقيلة لا أنت أقعد رئيس مجلس نواب لا غدوة برا روح، لأن أنا ما تفهمتش معاك. هذا مشروع دولة تبي تقدمه للليبيين، بتقول إن هذا المشروع راه مشروع حقيقي وغير أعطونا فرصة وبعدين حاكمونا وقضونا، هذا صحيح يعني تشوف فيه؟ قاعدين تطرحوا في مشروع وتبرر في أنه والله هذه العقلية الليبية عقلية أنه والله كل شخص يجيب في عائلته يحط فيها معاه وأبناء يحط فيها معاه، هذا ماهوش مشروع راهو. أنت قاعد تطرح في حالة فوضى زيك زي غيرك، راهو ماهوش مشروع. لا يمكن أن نوصف هذا الأمر بأنه مشروع إطلاقا. لا دبيبة عنده مشروع، ولا عقيلة عنده مشروع، ولا حفتر عنده مشروع، ولا يمكن الحديث عن هذا العبث بأنه مشروع سياسي. يعني أنا أحترم رأيك ونحترم أفكارك، لكن راهو ما جيش تطلع الليبيين في هذه الحالة من العبث وهذه الحالة من الفساد وهذه الحالة من الجرائم، وجي تقولي والله مشروع سياسي ولو كان أفضل السيئين. ما فيش مشروع سياسي في ليبيا، خلينا نكون أكثر صراحة. وبعدين لو أنت قاعد اليوم تريد أن تغير من مشروع الفكر الأول أن نبي نوصل للسلطة بقوة السلاح، وخشينا لليوم للساحة بفكر آخر أكثر انفتاحا مع الأطراف الدولية وأكثر انفتاحا مع الأطراف المحلية، وخلونا نتكلم وندو سياسة زي ما أنت قاعد تقول. لا يا حبيبي، في قضايا خلينا نحلوها قبل، في جرائم، في ناس مقتولة، في مقابر جماعية، هذه مين متحمل مسؤوليتها؟ هذه متحمل مسؤوليتها نيو، مين متحمل مسؤوليتها؟ خلي اليوم نطرح سؤال مهم جدا، من يتحمل مسؤولية مقابر ترونة الجماعية اللي قاعدة كل أسبوع نسمع مقبرة جديدة يكتشفوا فيها؟ نعم، رغم أن الحرب قضى عليها أكثر من 4 سنوات، من يتحمل المسؤولية هذه؟ من يتحملها؟ هذا يجب أن نتحدث عليه، مش جي والله صفر هاي نبدو من جديد، هاي عندي مشروع سياسي خلينا نمشي له. يجب عليك أن قبل أتكلم عن هذا الأمر قبل وبعد تحل قضاياك هذه، عليك أن تخرج الليبيين المشروع الذي تتحدث عليه سيد مطريد وتقول بشكل واضح أنا مشروع سياسي ولست عسكري، مش مشروع عسكري وأمني، ما عنديش علاقة بالعسكرية بس والأمنية فقط، لا أنا راني مشروع سياسي وعندي شخص بالرشحة للرئاسة وعندي شخص بالرشحة للحكومة وعندي قائد عام وعندي مشروع كامل حزب سياسي. أطلع لليبيين وقول الكلام هذا، مش قاع مزي والله أنا القيادة العامة للجيش، نحكم في الحكومة ونحكم في مجلس النواب ونحكم في مصرف المركزي ونحكم في الفلوس ونحكم في القضاء ونحكم في كل شيء وخلوها هيك. هذا مشروع، هذا اطلعوا يعني. اتمنى انكم انتم بتقولوا احنا رانا نبغى نخش سياسه نبغى انتخابات ونطلعوا من العسكريه، ما نبغاش. اما والله قضيه تبدا لابس بدله عسكريه ودير توب فوق كتفك وتجي تقول لي والله انا مشروع سياسي وقاعد نبي ندير غال اعطوني فرصه وبعدين حاكموني وقضوني كان انا فشلت، لا اعتقد ان هذا الامر صحيح. والله ما زال من الردود ما يكفي لساعه، لكن احتراما للوقت لان الساعه 12 ونص ما خلاص ياسر، لكن اتمنى منك ان تحترم المشاهد بانك انت تطرح مشروع راه مش مبرر مهما كانت حاله الفوضى في ليبيا. نعم، مش مبرر انك انت تجيب لي مشروع سيء من هذه الفوضى وتقول هذا كويس، راه مش مبرر. احنا ما نجم مجبرين كليبيين ان نختاروا من هذه المشاريع السيئه، واضح محمد محفوظ، ولم تعقم ليبيا حتى والله نقولوا حفتر كويس ولا دبيبه كويس، ما عقمتش ليبيا راه واضح ما زالت فيه. مش ماهوش منطقي اني انا تخيلني بين حاله الفوضى هذه تقول لي لا هذا افضل سين اقبل به، راه ما فيش حل. يا حفتر يا نظام الميليشيات. لا يا حبيبي، واضح. لا حبيبي ابدا، لا نقبل هذا الكلام. واضح تماما سيد محمد محفوظ. سيد القادري، سناخذ مره اخرى انطلاقه من حديث السيد محمد مطريد الذي يعتقد بانه ربما هناك مبادره لسيف الاسلام القذافي تشاركه الجزائر فيها، ما وجهت ذلك؟ إلى أي درجة بالفعل اليوم الجزائر هذا هو المشروع الذي تحاول نشره وصياغته في ليبيا بمعزل أو بالابتعاد عن بقية المشاريع الأخرى أو عن حالة التوافق التي بتنا الآن نتحدث عنها وتسألنا عنها حول التوافق المصري التركي الذي بدنا نشاهده الآن على أرض الواقع وإن سلم به البعض؟ تفضل. صوتك لا يسمعني سيد القادري، تسمعني جيدا الآن؟ لا أدري إذا كنت استمعت إلى سؤال المتعلق بأسعار النظام السابق. نعم، سمعت سؤالك. نعم أستاذ نبيل، سمعت سؤالك.
فقط حتى نكون واضحين يعني، ولا حتى لا يعني الإنسان لا يكون عنده ازدواجية في المعايير أو في الرؤى أو في المقاربات. الجزائر هي تبحث عن مصلحة. ما هي مصلحة الجزائر؟ الجزائر ينقصها غاز، ينقصها بترول، عندها يعني أزمة اقتصادية كبيرة. إيش يهمها في ليبيا الجزائر؟ الجزائر يهمها شيء واحد، يهمها هي قضية هي أن تستقر ليبيا. يا أخي هم يحبوش الليبيين يعني نفترضوا هكذا، لكن على الأقل هم يعرفون استقرار ليبيا هو استقرار الجزائر فقط. الجزائر عندها عقيدة اللي هي عقيدة الجيش، هي عدم التدخل في التدخل الخارجي، وترفض التدخل الخارجي، ورفضه حتى لما تدخل الناتو في 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 ليبيا. الفكرة الآن بوجودة عند الجزائر هي قضية الاستقرار. الاستقرار كيف يجي؟ أنه هم الآن المشروع الجزائري هو إعادة النظام السابق، وأنه يسلموا الحكم في ليبيا لسيف الإسلام القذافي. هذا خاطئ وخطأ. الجزائر لا يهمها أي طرف، يهم أنها يا جماعة تستقر ليبيا. بمعنى استقرار ليبيا كيف تستقر بين الأطراف الليبية، هذا أهم شيء. هذا ليس معناه أن الجزائر الآن هي كما نقول إحنا دموع سائلة حزنا على، أقصد النظام يعني دموع سائلة حزنا على ليبيا. هو يبحث عن مصلحته. المصلحة اللي عند الجزائر هي مصلحة الاستقرار، لأنه هو يبحث عن استقراره هو. اللي حدثت هذه عملية تينغورين اللي هي كانت على الحدود الجزائرية الليبية في القاعدة العسكرية تلك، في القاعدة تاع الغاز والبترول، واللي خسرت فيها الجزائر مليار و600 مليون دولار، وماتوا فيها يعني عشرات من الأجانب والجزائريين وكذا والجماعة الإرهابية اللي هذيك السيناريو الجزائر الآن لا تريده أن يعاد. فلذلك القول بأن الجزائر الآن داخلة مع سيف الإسلام القذافي باش هو يعود النظام القديم ويحكم في ليبيا، أنا أرى أنه منظور فيه يعني نوع من ضيق واسعا. الجزائر الآن هي مستعدة أن تتعامل مع دبيبة، ومستعدة تتعامل مع حفتر، حتى مع حفتر، وأنا إنسان أعتقد أن حفتر هو رجل عسكري ولا يؤمن بحل السياسة ولا يتقاسم السلطة، لكن الجزائر تتعامل به مع أنه أمر واقع، وتتعامل مع دبيبة على أنه أمر واقع، وتتعامل مع النظام السابق على أنه وأنصاري على أنهم أمر واقع فقط. الحلقات الخارجية تحكمها المصالح الداخلية وتحكمها كذلك الواقعية السياسية، وأظن أن الجزائر مثلها مثل تركيا مثلها مثل مصر تحكمها المصلحة، وليس في مصلحة الجزائر أن تعول اليوم على الطرف الأضعف في المشهد الليبي الآن. الطرف الأضعف مشهد ليبيا الآن هو القذافي، ما همش أغبياء الجماعة اللي في الرئاسة الجزائرية ولا في المخابرات الجزائرية. أنهم يقعدوا يجلسوا ويقعدوا يقولوا والله يا جماعة إحنا خلينا نعولوا على سيف الإسلام القذافي هذا اللي هو أضعف طرف، ونحاولوا إحنا نحقه من خلال الاقتصاد. يعني هذا الكلام لكن يعني لا تدرك هناك توافق روسي على الأقل في ملفات مختلفة بين النظام الروسي ونظام الجزائري، هناك حالة من التوافق، وبالتالي وبطبيعة الحال سيف الإسلام القذافي اليوم هو أحد المشاريع والأدوات الروسية في ليبيا. أنت تستبعد هذه النظرة بأنه ليس له علاقة بأي مشروع روسي؟ ربما لا تشارك الجزائر في ذلك؟ روسيا شو؟ روسي استبعد بروسيا مثلها مثل مصر وتركيا والجزائر، والعلاقات الخارجية دموما والمواقف الخارجية تحكمها المصالح. ليس في مصلحة روسيا الآن أن تعول على سيف الإسلام القذافي، لأنه هو الطرف الأضعف في المعادلة السياسية في ليبيا. الروس ما همش حبا لا في القذافي ولا حبا في سيف الإسلام، فلتذهب الطبقة السياسية الليبية على بكرة أبيها إلى الجحيم. هو اللي يهمهم مصالحهم. هم يعرفوا الآن باللي ليبيا باللي النظام الروسي ما يقدرش يعول ويعمل على 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 سيف القذافي، لأنه هو الطرف الأضعف. فلذلك المرات يقولوا كلام في السياسة أستاذ نبيل، أنا أتكلم عن عموم، مرات لازم الواحد يجلس شوي ويخمم يفكر شوي. فيه نظام سياسي عنده مصالح خارجية، إيش هو مصلحته؟ يعني من الغباء أن تعول دولة محور من محاور على قطب اللي هو روسيا، يعول على سيف القذافي اللي ممكن يبات ليلة في مكان غدوة ممنش على روحه. شكرا جزيلا لك سيد صلاح القادري، الباحث في قضايا العالم العربي والإسلامي، كما أشكر ضيفي الكريمين. كان معنا سيد محمد مطريد من بنغازي، كان معنا هناك عبر الأقمار الصناعية السيد محمد محفوظ المحلل السياسي، كان معنا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس. وبالتأكيد حوارية الأحرار دائما سيكون النقاش فيها حاضر حول المشاريع السياسية المختلفة التي باتت تطفو على السطح الآن، سواء كانت مشاريع محلية أو حتى إقليمية، ستكون مطروحة للنقاش على طاولة حوارية الليلة، وأي منها يكون واقعيا
أو سيحقق حالة الاستقرار الدائم للدولة الليبية في ظل هذا الجمود السياسي وحالة المراوحة السياسية؟ على كل نشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا، دمتم بالخير، إلى اللقاء.